بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخيلتش في يوم كده ان الاقي طلبه واسر رابعه ابتدائي، مش بكلمك على رابعه جامعه ولا خمسه طب ولا ثالثه هندسه، لا بكلمك على رابعه ابتدائي، ولاقي امور على مدار الشهرين اللي فاتوا ما في يوم الا ولاقي حد بيتكلم، حد بيبعت لنا الحقونا يا جماعه رابعه ابتدائي يا جماعه. قال لك ايوه، انتوا ما تعرفوش رابعه ابتدائي فيها ايه السنه دي؟ ايه اللي خير رابعه ابتدائي مالها؟ طبعا مفيش حد ضد تطوير التعليم ابدا، الجميع عايز تعليم متطور، مفيش احسن من كده، وبنعمل يعني بدانا نعمل منظومه محترمه. ولكن قد يكون، وانا بقول قد بمعنى الكلمه، يعني ان يكون في حاجات خاصه باولادنا محتاجه عقليات اكبر منهم. يعني في رابعه ابتدائي منهج، وانا جايب لحضراتكم النهارده منهجين اللي عاملين مشكله السنه دي، وهيكون عندنا استاذه مناهج، يعني مش احنا اللي هنتكلم، استاذه مناهج اللي يكون معانا النهارده تقول لنا والله المناهج دي تليق برابعه ابتدائي ولا لا. ادي كتاب العلوم، ده الفصل الدراسي الاولاني اللي هيمتحنوا فيه ان شاء الله قبل اجازه الصيف في يناير الجاي. ده كتاب ايه؟ العلوم الفصل الدراسي الاولاني، يعني ده مش منهج السنه، منهج النص الاول من هذا العام. اقول لكم ايه المنهج؟ طيب قبل ما اروح اقول لكم ايه؟ الرياضيات، شايف قد ايه حضرتك؟ 345 صفحه زائد 14 صفحه يعني نماذج اللي في الاخر اللي هي قاموس مصطلحات. تاني بقول لحضرتك 345 صفحه زائد 14، سنه كام؟ رابعه ابتدائي. كتاب شكله جميل جدا وشيك جدا صحيح، ولكن مهم اللي جوه، الطلبه فاهمين ده ولا مش فاهمينه؟ اهاليهم فاهمين ولا لا؟ محتاج، عايز اقول لكم في مدرسين مش عارفين، وانا بقول معنى الكلمه اللي بقولها، مش عارفين يشرحوا المنهج ده، مش الطالب، مش الولاد الصغيرين 8 9 سنين. يجي يقول لك ايه مثلا؟ تاثير الانسان على البيئه، كانوا متوقعين في جلاسجو عندنا ال 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 الدوره 26 ومصر تستضيف الدوره 27 والامارات الدوره 28، قمه المناخ، قمم المناخ. فبيقول لك تاثير الانسان على البيئه، طالب اللي عنده 8 9 سنين لازم يعرف الكلام ده، يعرف الكلام ده، ويقول له ان انت ازاي تتكيف مع هذا الامر. بيقول له كمان ايه؟ ازاي تتنفس السمكة؟ واعمل نفسك سمكة. انت تتنفس ازاي؟ السمكة لو انت غطست تقدر، يعني النفس بتاعك وقت قد ايه حابس نفسك؟ دقيقة اتنين، احسب الموضوع. طب تخيل بقى نفسك لو سمكة، كيف تتنفس الاسماك؟ وبعدين اتكلموا على البطريق، ايه البطريق؟ وازاي تساعده على التكيف مع الطبيعه؟ حاجات عظيمه. جسم الانسان، على فكره جسم الانسان ده احنا تقريبا خدناه في اعدادي، يعني درسنا جسم الانسان وتشريع جسم الانسان والعينين والبق تقريبا في اعدادي، مش في رابعه ابتدائي. قد يكون انهم عايزين الاولاد من بدري يبقى عندهم ايه؟ يبقى عارفين حاجات كتير، وارد. بس هل ده، تاني بقول الولاد دول بقالهم سنتين قاعدين في البيوت، يعني المنهج ده عليهم وعلى غيرهم. سيادة الوزير في مليون مكالمة بيقول لك احنا عايزين نظام تعليم الناس تبقى فاهمة صح، مش حافظين صح. ولكن هل رابعة ابتدائي، الولاد اللي في رابعة الفصل الأولاني، هل الكتاب ده الولاد دول هيذاكروه؟ هل هيفهموه؟ طب هيفهموا نسبة قد ايه منه؟ عايز اقول لكم الولاد كلها بتاخد دروس، من الاخر المناهج دي خلت الولاد تاخد دروس وهو في رابعة ابتدائي، والحصة بمية جنيه. طب اللي عنده ولدين ودخله، المدرس بيقبض كام؟ والده مدرس بيقبض كام؟
ما هو مش عارف يشرح له. في ولاد أولياء أمورهم مدرسين ومش عارفين يشرحوا ولا يفهموا ولادهم. شفت وصلنا لإيه؟ تاني الدكتور طارق شوقي حسن النية جدا وعايز يعمل أحدث حاجة جدا، عايز يوصلنا مصر زي فنلندا، بس فنلندا عدد سكانها كام وأنا عدد سكاني كام؟ عايز يوصل ولادنا زي إندونيسيا زي فيليبين، يعني عايز يعمل حاجة عظيمة. بالمناسبة مش وحش، كويس جدا، بس هي المشكلة إيه؟ هل أنا فاجئت الطلبة ولا لأ؟ إن أنا أعمل نظام التعليم ده. نظام تعليم حديث جدا ومتطور جدا ومتقدم جدا، بس هل هو يبقى البداية عندي في مصر ده ولا لأ؟ أنا بعمل ياباني ممتاز. الياباني هايل، واللي اتعمل السنة دي واللي السنة اللي فاتت واللي قبلها هايل، ولكن بتكلم على صف الرابع الابتدائي. عندما يكون ولادنا صف الرابع بيدرسوا ده. هذا المنهج، وانا معانا استاذه مناهج في جامعه عين شمس دكتوره محبات النهارده تكون معانا تقول لنا هذا المنهج، لانه جايز يكون. خلي بال حضراتكم في اساتذه مناهج قال لك ايه النظام ده؟ لا، ده على الولاد دول صعب. ولازم خلي بالك الولاد دول عندهم مادتين دول بس، عنده تقريبا 14 ماده ما بين يعني المناهج كلها اللي موجوده عندهم، ولازم يحضر، واحنا عايزين يحضر. سيبك عربي وانجليزي والحاجات دي ودراسات وغيره ما احنا عارفين، بس اصعب حاجتين بيشتكوا منهم دول قدام بعض، ده بعبع مش ثانويه عامه، لا حضرتك بعبع رابعه ابتدائي. الاثنين دول ما في اسره الا وهي بتدي دروس تاني للولاد عشان يقدر يفهم، يقدر يروح يستوعب. في ولاد قال لك انا زهقت اروح المدرسه، مش عايز اروح المدرسه، انا كنت نفسي اتعلم بس مش عارف، لان انا بروح كل يوم ما بفهمش حاجه. في ولاد كده، وقابلنا ولاد النهارده بالمناسبه في اسكندريه، يعني رحنا مخصوص اسكندريه النهارده عشان نسال الولاد بيتعلموا ولا لا. هو انا اللي عندي ايه؟ اللي عندي في الاخر ايه؟ عايز ولاد يتعلموا طبعا، عايز ولاد، عايز الاسر ما تشتكيش طبعا، مش عايز اعمل مشكله داخل قلبي طبعا. سياده الوزير وراجل محترم جدا، وهو يعني عنده عقلية مرتبة جدا وعايز كل حاجة تبقى كده، واحنا عايزين ده. بس هل الحاجات دي تيجي كده؟ يعني لما انا ادي ولادنا المنهجين دول رابعة ابتدائي، بالمناسبة لو انا مش مكتوب عليهم رابعة، لو قلت لك ثانوية عامة هتصدق هذا الامر، بس هم رابعة. ده ايه؟ الفصل الاولاني، يعني في كتابين زيهم الفصل الثاني باذن الله وعليكم خير يمتحنوا فيهم. هنفتح الملف ده النهاردة لأنه تقريبا الأسر مش مبسوطة، أولياء الأمور زعلانين، مش زعلانين بس غضبانين. ده كان محتاج إيه؟ يعني كان محتاج من البداية. طبعا بعض الناس يقول لك إيه يا جماعة هو مش كل حاجة تتعمل نقعد، لا، ما أنا اللي يهمني في الآخر الولاد اللي هيتعلموا. هو أنا بعمل ده عشان مين؟ عشان لاقي الولد اللي أنا عايزه نابغة، اللي أنا عايزه يتعلم التعليم اللي احنا المحترم اللي احنا بنشتغل عليه. الدولة عاملة إنفاق هائل في نظام التعليم، صح؟ طبعا عامل إنفاق ده هائل في الآخر عشان ألاقي منتج طالب شاطر متميز فاهم عنده عقلية ما بيحفظش. خلاص قلنا الحفظ ده ما يجيبش أي نتيجة وعاملنا كوارث. واللي حصل السنه دي في نظام التعليم الجامعي والتنسيق واللي حضراتكم عارفينه كويس قوي، كله عارف طبعا الحكايه، حصل ايه؟ طبعا في الاخر ايه؟ انا عايز المنتج ايه؟ المنتج اللي كلنا عايزينه، اللي رئيس الجمهوريه عايزه. طالب متفوق متميز ما بيحفظ، فاهم. عايز عقليه فاهمه. هنعملها ازاي؟ هل ده اللي هيوصلنا لده ولا لا؟ هنناقش النهارده ومعانا اولياء امور، ومعانا زي ما بقول الدكتور محبات، الدكتوره محبات ابو عميره استاذ مناهج والعلوم بالتربويه بجامعه عين شمس، ووالده السيده فاطمه والده مدرسه ووالده احد تلاميذنا اللي في الصف الرابع، وشيماء علي ادمن جروب نبني مصر بالتعليم. طبعا مصر هتبني بالتعليم اكيد، ما هتبني بايه؟ طبعا المجلس النواب كمان مقلوب، انتفاضة في مجلس النواب
طلبات احاطه كثيره جدا للدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم، وكله بيتكلم على المناهج. كل طلبات الاحاطه المتقدمه في مجلس النواب للنشار دكتور حنفي جبال رئيس المجلس على استدعاء وزير التربيه والتعليم عشان يقول لنا المنهج ده اخباره ايه؟ مين اللي حط هذا المنهج؟ ايه حكايه هذه المناهج؟ لانه هم كمان رايح لهم شكاوى كثيره زي ما جات لنا الشكاوى، فلازم مجلس النواب يكون ليه حركه كمان ويتحرك المجلس عشان نعرف ايه الحكايه، المناهج دي اتحطت ازاي؟ منهج رابعه ابتدائي يا جماعه، مش بكلمك على ثالثه ثانوي. احنا كان دايما عندنا مشكلتني ايه في البرامج؟ كان الثانويه العامه، السنه دي ما عندناش مشكله السنه، عندنا مشكله في رابعه ابتدائي. يا لها من فرصه عظيمه نناقش رابعه ابتدائي، الولاد نتكلم 8 9 سنين تقعد في التلفزيون تناقش مشكلتهم في التعليم. ده امتى ده حصل؟ امتى ده حصل؟ بس لازم تناقشه طالما يهم الاسر ويهم الولاد، واحنا شغالين عشان مين؟ عشان الولاد. عشان الولاد. مجلس النواب، وبالمناسبه قبل ما نروح لملفاتنا، طبعا كلها ملفات يعني صعبه. يوم الاربعاء الحكومه مشكوره واشادنا بهذا الكلام وهذا القرار، وكان معانا سياده المستشار عمر مروان وزير عاد، السفير نادر سعد متحدث باسم الحكومه المصريه، في مداخلتين حوالين التعديلات الخاصه به، تعديلات قانون الشهر العقاري. عظيم واشادنا اشاده كبيره جدا، وخلاص فصلوا ما بين وزاره الماليه والعدل، الشهر العقاري يعمل حاجه ملوش علاقه بالماليه، الماليه ليها فلوس تحصلها ايه معرفتها زي ما كانت. انا هنا ليا سؤال، لانه جالي استفسارات وعايز حد يرد على الناس. تاني بقول الناس لها استفسارات حول النقطه اللي جايه بقى. نسبه 2.5% الخاصه ب التصرفات العقاريه. تاني بقول 2.5% الخاصه بالتصرفات العقاريه اللي هي مين بياخدها؟ وزاره الماليه. الكلام لحد 2013. ما قبل 2013 في رقم قطعي اتحط اللي هو 1500 حد ادنى و 4000 جنيه حد اقصى، خلصنا. يبقى هنا ايه؟ الموضوع ده خلص، ما فيهوش كلام، عظيم، تعديلات كويسه، الشهر العقاري تعديلاته هائله جدا، ولكن يتبقى ل 2.5% التصرفات العقاريه. تاني برجع واقول واسال السؤال، اسئله الناس الخبراء والقانون والدستور والساده النواب اللي القانون رايح لهم. تاني هنا وعندنا رئيس مجلس النواب دكتور حنفي الجبالي، السيد المستشار حنفي الجبالي كان رئيس المحكمه الدستوريه العليا. هل ال 2.5% يتم تحصيلها باثر رجعي 8 سنوات ولا من ساعه تطبيق القانون؟ ده السؤال الاولاني، وحد يقول لي جايز يكون بيقول كلام غلط بس احنا بنقوله. ده رقم واحد، هل يتم التحصيل من 2013 ما بعد 2013 صدور هذا القانون حتى الآن، ولا منذ تطبيق القانون اللي هيتم تعديله في مجلس النواب، المجلس اللي موجود دلوقتي خلاص طلع من الحكومة رايح المجلس، يفحص هذا الأمر. قولوا لنا وحد يقول لنا بشكل واضح بأثر رجعي 8 سنوات، وهل في حاجة بناخدها من 8 سنوات بأثر رجعي؟ هل دستورية ولا لا؟ جايز حد يقول لك لا لا ده مش أثر رجعي، ده هو القانون موجود والقانون مستمر معانا ومفيش أثر رجعي ومستمر لحد التعديلات دي ما تتم. يبقى كلام عظيم جدا. يبقى إيه؟ تاني بقول، حد بيقول إنه في أثر رجعي 8 سنين، وحد يقول لا ده مش أثر رجعي، بالعكس القانون مستمر وبالتالي يتم التحصيل. طيب حضرتك لما تحصل، أنا بتكلم أسئلة أهو، لما تيجي تحصل 2.5% اللي ما دفعش من 13 هيبقى فيه غرامات ولا لا؟ هيبقى فيه فوائد ولا لا؟ حد يشرح للناس، انا بقول اهو بشكل واضح. ليه بقول كده؟ انه في تساؤلات كتيره للناس، والناس خلي بال حضراتكم مشكلتنا ايه؟ ودايما كنت بتكلم فيها واتكلمت فيها يوم الاربعاء، اللي بنعمل حاجه محدش يطلع يقول بنعمل ليه؟ هو مش سر. حد يقول للناس 2.5% بأثر رجعي نعم أم لا؟ فيها متأخرات ومش عارف فوائد وكذا، يطلع يقول للناس ما عندناش مشكلة خالص،
بس لازم اوضح للناس. الناس عماله تضرب اخماس في اساس. الامر الثالث او الرابع او الخامس، ماذا عن اب ادى ابنه شقه؟ هيحاسب ازاي؟ هل ده من ضمن الاعفاءات او الاستثناءات ولا هيحاسب عليها؟ حد يوضح للناس. تاني بسال اهو. الامر الثالث، حد يقول للناس انه في كذا استثناء موجودين اللي هي اعفاءات زي القرى. القرى خلاص معفيه، وبالتالي امر ايجابي جدا، كل قرى معفيه مش بتاخد منها 2.5%. هل هناك حاجات اخرى ولا لا؟ انا بسال، ولازم حد يطلع يقول للناس ويوضح للراي العام الحكايه. الحكايه دي عامله، تاني بقول، لانه الماليه بيقول لك والله انا مشاكلي وانا عايز فلوس وانا صح، حدش يقول لا ابدا. عندنا ظروف والعالم كله مر بظروف صعبه جدا، ولكن ليه كل حاجه لازم اقول المواطن؟ ارجع على المواطن، يا جماعه ادوني تصرفات عقاريه، يا جماعه ادوني ادوني، بس في الاخر مين؟ في الاخر مين؟ المواطن. الامر ده متعلق بوزاره الماليه وليس له علاقه بالشرع العقاري ولا العدل، له علاقه بالماليه. انا هنا بفصل الكلام، خلاص الشرع العقاري خلصنا وانجزنا وحققنا وعملنا تسهيلات عظيمه جدا، هنا بتكلم على الجزء الخاص بالماليه. ال 2.5% التصرفات العقاريه. مين وامتى وازاي وكام؟ كانت بتجيب مليارات، 3/4 يمكن مليار، يمكن ويمكن اكتر شويه. النهارده ايه المطلوب؟ بعض الناس يقول لك هو انتوا النهارده لما نيجي عايزين حاجات؟ ايوه، انا بتكلم على ناس، انا بتكلم على مواطن، مواطن له حق ان يسال، والحكومه عليها انها تجيب. مواطن اللي عنده لغط بيسال، ودور مجلس النواب، الدور الكبير لمجلس النواب مع التعديلات اللي هتجي لهم من الحكومه، لازم يراجعوا كلمه كلمه نقطه كالعاده. وزي ما بقول كده، مفيش حاجه هتخرج هتكون غير دستوريه، عشان عندنا رئيس مجلس النواب المحترم رجل دستور، رجل رئيس المحكمه الدستوريه العليا، مش ممكن هيخلي حتى لو جاله من الحكومه، مش ممكن يخلي حاجه تعدي من المجلس وهي غير دستوريه. ايه اللي غير دستوري؟ مش دستوري. انا سالت وطرحت الاسئله اللي هي اسئله الناس اللي هي بتتساءل عن الحكايه ال 2.5%، حكايتها ايه؟ ازاي؟ نحصلها امتى؟ ما نحصلهاش؟ 2.5% من 8 سنين ولا من تطبيق القانون؟ القانون ده ساري، واللي هو قانون 11 لسنه 2013 الماده 42 تقريبا لو انا متذكر جيدا. تاني بقول 11 ل 2013 الماده 42 تقريبا. حد يشرحها للناس، وحد يقول للناس الحاجات اللي فيها استثناء او اعفاءات، والحاجات اللي ما فيهاش، والحاجات اللي هناخدها من ورا من هناك وجايين واحنا جايين، ولا هي لا ده حقيقي وقانوني ومحترم ومحدش يقرب الموضوع ده؟ تمام، بس نقول للناس ونوضح لهم عشان المواطن يبقى قاعد كده هادي ورايق، ما يقعدش يحسب 8 سنين يا نهار ابيض، يعني هم اشتركوا معايا في البيت يا نهار ابيض، يعني لو انا هدفع كام بعتها بكام؟ ده ايه؟ طب هبيع، لو حد اشترى طب هو هل تربح وهو بيدي لابنه شقه او بيدي له بيت؟ هل تربح منه؟ هو امتى ممكن ده؟ لما انا ابيع لو شقه ب 100,000 خدتها ب 100 وبعتها ب 150، حضرتك هتحاسبني على ال 150 ولا على ال 50؟ لازم توضحوا يا جماعه. والله في بعض الاراء بيقول لك لا لا لا، ده هم بيتكلموا على المبلغ كله اللي هو الاجمالي ال 150,000. طب هو انا ال 100,000 دول انا دفعتهم، انا كسبت او بعت ب50، تحاسبني على ال50 ولا تحاسبني على المبلغ كله؟ حاجات كتيره لازم توضحوها للناس. يعني 2.5% على ال 100,000 اللي انا تاني بقول اشتريت بيهم، اللي انا دفعتهم واشتريت بيهم الشقه دي، طب انا جيت اتصرفت في الشقه وبعتها ب150، هتحاسبني على اللي انا دفعته واللي انا كسبته ولا على حاجه واحده؟ وضحوا للناس، والله مش عيب، مش عيب نقول للناس يحاسبوا على 150. ده انا ما كسبتش يا جماعه، ده انا دفعت دم قلبي في الشقه دي، لما جيت بعتها وتصرفت هو ده تصرف، لما جيت بعتها وتصرفت التصرف ده اللي انا كسبته دول 50,000، يبقى تحاسبني على دول ولا تحاسبني على كامل المبلغ اللي انا دفعته واللي انا كسبته؟ اللي بيقولوا ايه؟
اللي انا هنا تربحته او اللي هو زياده، مش تربح، انا ما عملتش حاجه غلط يعني، ولكن الزياده اللي هو 50,000 تحاسبنا عليها. اراء اخر يقول لك لا اصله عايزين مش عارف ايه. طيب يا سيدي، عايزين وعايزين الكره في ملعب مجلس النواب وفي ملعب الحكومه تطلع ترد بشكل واضح على تساؤلات الناس، عشان ما يبقاش في لغط، عشان ما يبقاش ان احنا كمان يلا مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده. دي حاجات في الاول بس مهم ان احنا كنا يعني نقولها لحضراتكم. اسوان من امبارح انتوا عارفين الجو والطقس والدنيا قلبت في اسوان طول الليل، سيول، بعض اللي ادت الى خسائر، قطع طرق، اللي هو اشرف امبارح طلب من الناس انهم يعني يقعدوا في البيت يخلوا بالهم، اللي هو اشرف عطيه محافظ اسوان زي ما حضراتكم بتشوفوا كده، ده الطقس، طقس امبارح في اسوان ده امبارح ليلا. النهارده يمكن جو افضل، ولكن في تعزيرات اضافيه اكتر على اليومين الجايين كمان، البحر الاحمر كمان وقنا كمان والاقصر، قطع طرق، اغلاق طرق، عواصف شديده جدا، الغاء رحلات النهريه النيليه، الحاجات دي كلها مؤثره، اثرت على محافظات الصعيد خلال الساعات الماضيه، في بعض المواطنين في 3-4 وفيات، في العقارب لا في اصابات اكتر من 500 واحد. انتوا يعني خرجت العقارب نتيجه للميه من الجحور بتاعتها، لسعت الناس، مستشفى اسوان، ولكن في امصال الحمد لله متوفره بشكل كويس، ويمكن ده كمان ادى انه في تحرك سريع من الصحه، وزاره الصحه، من محافظه اسوان، توفير الامصال للناس، لانه زي ما بقول لحضراتكم هي دي المشكله اللي كانت يعني موجوده تعرض لها اسوان خلال الساعات الماضيه، الطقس الصعب تم التعامل من خلال ايضا الصحه. وزي ما قال النهارده الدكتور خالد ابو غفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحه على انه في مخزون كبير من الامصال المضاده للدغ العقرب موجود في المستشفيات والوحدات في كل محافظات الجمهورية، خطة كبيرة من وزارة الصحة لمواجهة ما يحدث، أيضا مواجهة طبعا لأنه زي ما بقول لكم تحذيرات بالطقس السيء في محافظات جنوب الصعيد مع البحر الأحمر، وزي ما بقول لكم أنه في طرق، قطع طرق وغيرها، وده يمكن لأدى إلى بعض المشاكل، ولكن الموضوع تاني الاستعدادات مهمة من جانب المحافظات خاصة في ظل هذا الوقت الصعب والطقس الصعب اللي بتمر به عدد من محافظات جنوب الصعيد. وأكيد هذا الأمر هنتابعه زي ما احنا بنشوف كده البرق والرعد والأمطار الغزيرة اللي وصلت إلى حد السيول في بعض المناطق، متابعة كبيرة جدا من كافة المحافظات، رفع حالة الطوارئ، وكمان تنبيه على الناس، ومنعوا كمان بعض الناس إنها تعدي في هذا التوقيت على الطرق اللي كان لحمايتهم ومخاطر نتيجة للسيول، أو أن الطرق يعني يحدث فيها بعض المشاكل أثناء عبور المواطنين، وتم يعني الحفاظ على سلامة المواطنين والأرواح، وده بيكون أمر مهم. مستشفى أسوان واللي كان طبعا عدد كبير جدا دخل المستشفى امبارح تلقوا العلاج نتيجة للدغ من العقارب اللي خرجت من الجحور نتيجة للأمطار الغزيرة اللي حصلت امبارح في محافظة أسوان واستمرت ساعات طويلة، أغرقت كافة شوارع وأدت لدرجة امبارح كان في انتخابات نادي أسوان امبارح الرياضي ما كملوش انتخابات نتيجة للطقس السيء، وأكيد هيحددوا موعد آخر. ونشوف كمان لو الصحة كمان الإجراءات اللي خدوها والظروف الصحية والوضع الصحي وحالة الطقس. طيب نروح للدكتورة إيمان شاكر، مساء الخير على حضرتك. مساء الخير على حضرتك استاذ احمد، ومساء الخير على كل الساده المشاهدين. اولا عايزين نعرف اللي حصل يومين اللي فاتوا واللي حصل امبارح تحديدا والطقس خلال الساعات القادمه كمان.
هو طبعا احنا في الهيئة العامة للأرصاد الجوية الحمد لله حذرنا منذ الأسبوع الماضي من حالة من عدم الاستقرار هتؤثر على مناطق جنوب البلاد وأيضا على منطقة سلاسل جبال البحر الأحمر، محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء. فعلا ده حصل بداية من أمس، تأثرت العديد من المحافظات بالأمطار اللي كانت غزيرة ورعدية، وخاصة طبعا أسوان والأقصر وقنا وسوهاج، أيضا حلايب، شلاتين، مرسى علم، الكثير، سفاج. النهارده اتأثرت الغردقة وشرم الشيخ ونويبع وطابة. طبعا هذه المحافظات اتأثرت بأمطار كانت متفاوتة الشدة، لكن أكثر المحافظات تأثرا كانت محافظة أسوان، طبعا اتأثرت بأمطار شديدة الغزارة وأدت طبعا لسيول، وطبعا كان بيصاحب هذه الأمطار تساقط للبرد أو الثلوج، وده نتيجة طبعا انخفاض درجة الحرارة في طبقات الجو العليا على ارتفاع 5 كيلو من سطح الأرض، وبيتزامن ذلك مع منخفض السودان الموسمي، ده بيعمل على تكون السحب الرعدية، وطبعا مع التبريد الشديد داخل السحابة ده بيؤدي لتجمد قطرات المياه داخل السحابة وبتسقط على شكل الثلوج والبرد اللي تساقط على أسوان أمس. طبعا في العديد من المناطق أيضا في البحر الأحمر شهدت أمطار وسيول زي حلايب وشلاتين، سفاجة، الكثير، مرسى علم، وفي بعض الطرق حتى الآن ما زالت مغلقة بسبب السيول، طبعا كمية الأمطار الكبيرة اللي بتقطع الطرق، فتم إغلاق العديد من الطرق، طريق سفاجة، طريق الكثير وقفط والأقصر وقنا، وده طبعا بسبب السيول تجنبا لاي حوادث لا قدر الله او اي مشاكل او اي هبوط ارضي. طبعا الامطار ايضا كانت مصحوبه بالرياح الشديده المحمله بالرمال والاتربه والعواصف الترابيه، وده ادى لتساقط الاشجار والاعمده الكهرباء والاناره. سرعتها قد وطبعا ايه الرياح؟ سرعتها قد ايه الرياح على العواصف؟ امس وصلت سرعه الرياح على اسوان 40 عقده، يعني 80 كيلو متر في الساعه، طبعا ده كان رقم كبير جدا، ده ادى طبعا لخسائر كبيره في اسوان. بعض المناطق وصلت لما بين 30 و25 عقدة، يعني حوالي من 50 ل 60 كيلو متر على الساعة، ده طبعا استمر معانا أمس وأيضا اليوم. الساعات القادمة إن شاء الله مستمر بعض الأمطار على مناطق من جنوب البلاد، أسوان والأقصر وهنا، لكن أقل حدة طبعا من أمس. بعض المناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر بداية من غدا هتخف حدة الأمطار، هتستمر الأمطار لكن هتكون أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، حلايب وشلاتين، وطبعا أسوان وأبو سمبل، وطبعا كلها أمطار خفيفة مش هيكون فيها منها مشاكل إن شاء الله. دكتورة إيمان، ده طبيعي في هذا التوقيت؟ هو طبيعي ان احنا نشهد حالات عدم استقرار، ومنخفض السودان الموسمي بيشهد بينشط دايما في فصل الخريف، لكن المش طبيعي شده وعنف الحاله، وده طبعا نتيجه التورات المناخيه اللي احنا دايما بنتكلم عنها، ان هي اثرت على حالات عدم الاستقرار، بدات تزيد عنف هذه الحالات وبنسميها بنوبات الطقس الجامحه. فعلا يعني ده حاله عنيفه جدا لم تشهدها اسوان منذ عشرات السنوات، فطبعا دي حاجه لا قويه هيتم دراستها بشكل كبير جدا وتوفير عنها تقارير ومعلومات، لان دي حاله نادره الحدوث، وده زي اللي حصل قبل كده في 2020 في حاله 12 مارس، في برضو شهر اكتوبر في 2019. الحالات دي تعتبر حالات نادره وقويه، وبسبب التغيرات المناخيه اللي خلت عنف الحالات اشد واقوى. لا، حضرتك بتقولي حاله بقالها عده سنوات ما حصلتش على اسوان؟ ده حقيقي فعلا، أسوان لم تشهد كمية الأمطار الغزيرة اللي سقطت وعنف الحالة بقالها عدة سنوات فعلا. طيب احنا متوقعين بكرة كمان آخر يوم، ولا ممكن تستمر معانا نهاية الأسبوع؟ لا، هو بكرة آخر يوم، وبكرة هيكون أقل بكثير من اليوم وأمس، مجرد أمطار خفيفة هتكون متوسطة في بعض المناطق زي حلايب وشلاتين، لكن مع نهاية الأسبوع إن شاء الله بداية من أمس وحتى نهاية الأسبوع في تحسن تام في الأحوال الجوية واستقرار تام في الأحوال الجوية، وتعود الأحوال الجوية لهدوء وسطوع لأشعة الشمس على مدار الأسبوع إن شاء الله. دكتور إيمان شاكر، بشكرك شكرا جزيلا. دكتور خالد مجاهد، مساء الخير على حضرتك. أولا طمنا على الوضع في أسوان صحيا، الاصابات ايه اللي حصل في اسوان، تحركات وزاره الصحه في هذا الشان؟ مساء الخير يا استاذ احمد، تحياتي لحضرتك. يعني خليني بطمن حضرتك، يمكن النهارده السيد الوزير الدكتور خالد ابو غفار ترأس غرفه الازمات في ديوان عام الوزاره، وتواصل الحقيقه مع العديد من المحافظات، يعني بخلاف محافظه اسوان بنطمن حضرتك عليها ان عندنا نتيجه للسيول اللي تعرضت لها البلاد في حوالي 503 مواطن
اتلدغوا من العقارب اللي خرجت نتيجة السيول، وجميعهم دخلوا المستشفيات تلقوا مصل العقرب وخرجوا من المستشفيات بعد تلقي الأمصال وحالتهم مستقرة تماما. فيما يخص محافظة أسوان، عايز أوضح حضرتك أنه عندنا المخزون الاستراتيجي الموجود لمصل العقرب، عندنا أكثر من 3500 جرعة من مصل العقرب متوفرة في المحافظة. والسيد الوزير راجع كل المخزون الاستراتيجي سواء المركزي أو اللي موجود في المستشفيات والحدات الصحية بكافة محافظات الجمهورية لمصل العقرب والثعبان، والحمد لله عندنا رصيد كبير جدا منه وكافي في كل محافظات الجمهورية. أيضا سيادة الوزير راجع من خلال غرفة الأزمات بعد توقعات هيئة الأرصاد باحتمال سقوط أمطار غزيرة على عدد من المحافظات، راجع خطة التأمين الطبي الخاصة بوزارة الصحة لمجابهة الأمطار والسيول. خليني أقول لحضرتك محاور عديدة سريعا. عندنا 2119 سيارة إسعاف منتشرة في المناطق في كافة محافظات الجمهورية والمناطق الحدودية والوعرة. في عندنا 48 سيارة إسعاف دفع رباعي مجهزة لتلك المناطق بخلاف ال 11 لانش إسعاف نهري موجود علشان تقديم الرعاية الطبية العاجلة لأي من المتضررين من السيول. عندنا تم رفع درجة الاستعداد للقصوى في جميع أقسام الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية وتكثيف تواجد الفرق الطبية والتنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية من خلال مركز الخدمات الطارئة لاستقبال وتحويل أي حالات طارئة. السيد الوزير أيضا راجع المخزون الكافي من مستلزمات الأدوية، الحمد لله عندنا مخزون كافي الأدوية والمستلزمات الطبية الوقائية بالمستشفيات، وأيضا أرصدة أكياس الدم سواء المركزية أو الفرعية في المحافظات. وخليني تاني بأكد على حضرتك أن في بعض البوستات يعني الكلام انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن محافظة أسوان أو بعض المحافظات الأخرى تحتاج إلى أمصال عقارب أو ثعبان، ده ليس بحقيقي. محافظة أسوان زي ما قلت فيها أكثر من 3500 جرعة لمصل العقرب والثعبان، وأيضا عندنا مركزي مخزون استراتيجيات نقدر نمد أي محافظة في حال الاحتياج في أي وقت. لكن إحنا نشدنا وبنناشد من خلال حضرتك أي حد يتعرض للدغة عقرب لتلقي اللقاح فورا، وكل يعني أعراض اللدغة بتتمثل في الشعور بألم في موضع اللدغة بالإضافة لبعض أعراض القيء وارتفاع درجة الحرارة وممكن إسهال. الناس ما تقلقش، الأمصال متوفرة في المستشفيات وحدات الصحية، توجهوا هيلاقوها موجودة في أي وقت. وبطمن حضرتك إن غرفة الأزمات منعقدة في ديوان وزارة الصحة، والسيد الوزير بيراجع تقرير من الغرفة يمكن كل 6 ساعات خاصة بالوضع في جميع محافظات الجمهورية. عندنا دكتور خالد فرق الطب الوقائي موجودة في أسوان ولا كل المحافظات اللي فيها طوارئ دلوقتي عشان الأمطار أو السيول المتوقعة؟ فرق الطب الوقائي موجودة في جميع المحافظات ومش موجودة علشان في أمطار وسيول، دي موجودة بصفة مستمرة وبتعمل دورها بشكل مستمر. لكن احنا مجرد ان احنا بنرفع درجة الاستعداد تحسبا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، وبنتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وتوافر الأمصال في كافة المحافظات، والحمد لله المخزون يكفي. لكن فرق الطب الوقائي موجودة بشكل مستمر بتقوم بأدوار يعني عديدة في هذا الشأن. ما في الوفيات اللي في أسوان مش نتيجة لدغ العقارب، لا يوجد أي وفيات بالضبط. بأكد على حضرتك أنه لا يوجد أي حالات وفاة نتيجة لدغ العقرب. الطقس، الوفيات خاصة بالطقس، الوفيات خاصة بالطقس. بعض الحالات في أماكن تجمع فيها مياه منسوب عالي أدت لغرق بعض يعني هم بالضبط 4 حالات وفاة. يعني خالص التعازي لأسرهم وزويهم نتيجة الأمطار الشديدة أو السيول في بعض الأماكن فأدت لي حالات غرق، لكن ليس لها أي علاقة إطلاقا بلدغ العقرب. دكتور خالد، إعلانكو اليوم عن بدء التجارب السرية للقاح المصري، ودي حاجة مبشرة جدا، إيه اللي بيتم يا فندم حاليا؟ إن شاء الله طبعا، هي طبعا ده يخص أكثر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن شاء الله من المقرر أن يكون فيه السيد الوزير يعقد مؤتمر صحفي غدا لتناول التفاصيل، وده يعني شغال عليه المركز القومي للبحوث من فترة طويلة، وهيكون في تفاصيله بكرة إن شاء الله يتم إعلانها من خلال السيد الوزير في المؤتمر. لكن خليني أقول لحضرتك برضو حاجة خبر هام، يمكن السيد الوزير اليوم أطلق بدء التسجيل وتلقي اللقاح للمواطنين في إطار خطة وزارة الصحة وخطة الدولة للتوسع في تلقي اللقاح في محطات المترو والقطارات والمولات. كويس، هايل. ويمكن السيد الوزير يعني
أعلن أنه خلال ساعتين فقط تم تطعيم حوالي 300 مواطن خلال أول ساعتين عمل في محطة السادات، محطة مترو الأنفاق بالسادات. عندنا هناك مركزين تطعيم، مركز في اتجاه المرج ومركز آخر في اتجاه حلوان. إن شاء الله من المقرر أنه يبقى فيه 14 مركز لتلقي اللقاح في المحطات التبادلية والمحطات ذات الكثافات العالية، كلها يكون فيها مراكز تلقي اللقاح. ده صورة التطعيم اللي هو في محطات المترو، اتفضل. كلهم ضمن حملة سماعة المطمئن، نسجل الآن موجودة نقاط للتسجيل في محطات المترو ويس. وإن شاء الله غدا هتبقى موجودة في محطة مصر، محطة قطار رمسيس، ومحطة الجيزة، ومحطة سيدي جابر، وهتمتد للمولات زي كايرو فيستيفال وسيتي ستارز، المولات والأسواق التجارية. يعني احنا بنستهدف يا استاذ احمد ان احنا بنقول للمواطن احنا بنجيلك في طريقك، وانت ماشي هتلاقينا علشان تطعم. اللي مسجل وما تطعمش هيخش يطعم، واللي مش مسجل بيسجل وبيديله رسالة وهو واقف وبيخش يطعم. لا معلش، قول للناس او مشاهدينا يعمل ايه، يعني هو رايح هيركب المترو دلوقتي يعمل ايه؟ لما هو رايح يركب المترو هيروح على شباك التذاكر عشان يقطع تذكره للمترو. هيلاقي جنب شباك التذاكر شباك مكتوب عليه التسجيل لتلقي اللقاح، اهو قدامنا تسجيل اللقاح، اتفضل. هيسجل وهيركب المترو، هينزل مثلا محطه الاوبرا هيلاقي مركز تطعيم، هينزل محطه الشهداء هيلاقي مركز تطعيم، في بعض المحطات اللي هي ثلاث محطات اسمهم محطات التبادليه اللي الناس بتبدل فيهم من محطه لاخرى، اللي هي محطات السادات والشهداء والعتبه. احنا بالفعل في مراكز تطعيم في محطات السادات، هنركب النهارده مساء ان شاء الله في محطه الشهداء، وبعد يومين هيبقى في محطه العتبه. وبالتالي ده كل محطه تبادليه بيبقى عليها اقبال كبير او اعداد كبيره من المواطنين هيبقى فيها مركزين. في 8 مراكز اخرى في المحطات ذات الكثافه العاليه اللي هي زي شبرا وكليه الزراعه ورود الفرج، جمال عبد الناصر، سعد زغلول، السيده زينب. المحطات دي محطات بتشهد كثافه عاليه واقبال من المواطنين، هيبقى فيها كل محطه مركز للتطعيم، وفيها ايضا نقاط تسجيل. فحضرتك لو دخلت المحطه دي، نزلت جيت من دخلت من الشارع على المحطه التبادليه، هتلاقي نقطه تسجيل ومركز تطعيم. لو حضرتك دخلت قطعت تذكره من اي شباك تذاكر، هتلاقي شباك جنبه تسجل عشان تتلقى اللقاح، وهتركب المترو وهتنزل في المحطه اللي انت رايح لها، هتلاقي مركز تطعيم. وان شاء الله سيتم اذاعه تسجيل صوتي خلال ايام قليله داخل محطات مترو الانفاق عن طريق الشركه المصريه للاداره وتسجيل المترو. هتقولوا ايه في التسجيل الصوتي؟ حث المواطنين على اهميه تلقي اللقاح وتوجيههم الى مراكز ونقاط التسجيل ومراكز تلقي اللقاح. والسيد وزير التعليم العالي نسق مع السيد وزير النقل كل تفاصيل هذه الخطه وجري التوسع فيها للوصول لكل عدد النقاط سواء التسجيل او التطعيم المرجو في محطات المترو. حضرتك عارف ان مترو الانفاق 3 يعني مليون في اليوم، 3 مليون راكب في اليوم بالظبط. فاحنا ان شاء الله بنستهدف ان من خلال تواجدنا في محطات المترو او القطارات او الاسواق التجاريه والمولات، ان احنا نبقى يعني سهوله ويسر حصول المواطن على اللقاح في اي مكان. طب هياخد الكارت منين؟ الكارت بياخده من هناك يا فندم، بياخده وهو واقف، يعني هو بيطعم وبيحصل على الكارت من المكان مركز التطعيم اللي داخل المحطه دي او دي او المول او المركز التجاري. بيطعمه بانهي لقاح ولا اي لقاحات متاحه؟ كل يعني الانواع بتبقى طبقا لاتاحه اللقاحات، لكن دايما بيبقى فيه اللقاحات حتى الخاصه بالسفر بيبقى موجود منها جزء علشان لو اي مواطن كويس هيسافر يبقى احنا التطعيم جاهز. وزي ما قلت لحضرتك حتى يعني طبقا لخطه الدوله او قرار لجنه الازمات في مجلس الوزراء بمنع دخول الموظفين والمواطنين، ده خلاص اعتبارا بعد بكره مش كده؟ خلاص ان شاء الله اعتبارا من بعد بكره هيطبق على الموظفين ومن 1 ديسمبر على كافه المواطنين. فلازم كل مواطن يبقى مطعم. والسيد وزير التعليم العالي اعلن ايضا انه يعني منع دخول الطلبه الامتحانات الا بعد شرط حصولهم على جرعه واحده على الاقل من التطعيم. وبالتالي يعني احنا نقاط التطعيم موجوده في كل الاماكن. لا لا، المعلومه دي مهمه، منع دخول الامتحانات الا بعد حصول على الاقل على جرعه واحده من التطعيم. ده سيادة الوزير دكتور خالد ابو غفار اعلن ده او خد قرار بكده بالظبط يا فندم. وبالتالي نعم. يعني احنا طعمنا حوالي 1,600,000 طالب من التعليم العالي من الجامعات. 1,600,000 1,600,000 اكثر من 1,600,000 وبنناشد جميع الطلبه ان نقاط التطعيم موجوده في كل حته، موجوده في الجامعات، موجوده جنب بيتك، موجوده في وسائل المواصلات،
موجودة في كل مكان، حضرتك تتوجه مشكورا فورا، حتى لو ما سجلتش تتلقى اللقاح داخل مركز تلقي اللقاح عشان تقدر ان انت تخش الامتحان، وتقدر ان انت تخش للموظف الجهة الحكومية، وتقدر ان انت تعيش حياتك بشكل طبيعي وتخلص اي من او تشارك في اي من المصالح. طيب ليك احنا التطعيم دلوقتي المترو، هل محطات السكة الحديد هيبقى موجود ولا المحطات الكبيرة بس؟ محطة مصر، سيدي جابر، اسيوط، المحطات الكبيرة ولا كل المحطات؟ ان شاء الله كل المحطات تباعا، لكن هنبدا بالمحطات الكبيرة زي محطة رمسيس، محطة الجيزة، محطة سيدي جابر، محطة المنيا، محطة انا، كل هذه المحطات ان شاء الله دول هنبدا بيهم، زي بالظبط الاسواق التجاريه والمولات، هنبدا بالمولات الكبيره، لكن احنا مستهدفين ان احنا نمتد لجميع الاماكن، نبقى موجودين في جميع الاماكن اللي المواطن بيتردد عليها. طب اللي هيركب القطر ده هيبعت رساله وهو رايح المحطه، ولا لما يوصل المحطه ويلاقيكوا يعمل اجراءاته، وهياخد التطعيم داخل القطر ولا داخل المحطه؟ عشان ده مختلف عن المترو. هيبقى نفس الكلام يا استاذ احمد، وهو بيقطع بيحصل على تذكره من شباك التذاكر، هيسجل ويلاقي مركز تلقي لقاح موجود في المحطه، هيتلقى اللقاح فورا. دكتور خالد، وصلنا قد ايه لحد دلوقتي اللي حصل على التطعيم النهارده؟ اخر عدد، اخر رقم، اخر عدد حصل على التطعيم جرعه اولى حوالي 26 مليون. احنا بنتكلم في جرعتين، جرعه اولى وثانيه تجاوزنا، يعني داخلين على ال 41 مليون جرعه اولى وثانيه. اجمالي متلقي اللقاح في الجمهورية سواء جرعة أولى أو جرعة تانية بنتكلم في تجاوزنا، يعني وصلنا تقريبا حوالي 41 مليون. يعني احنا وصلنا للرقم اللي الحكومة كان بتكلم عليه قبل شهر من أو شهر ونص من الموعد المحدد. بالضبط، جرعة أولى وجرعة تانية، جرعة أولى حوالي 27 مليون، وجرعة تانية بنتكلم في حوالي 14.5 مليون أو 14.1 مليون تقريبا. تجاوزنا 40% من عدد سكان مصر الحمد لله، ومستمرين، وان شاء الله خطه التوسع في تلقي اللقاحات الفتره القادمه هيكون لها اثر كبير على الوصول لاعداد اكبر من المواطنين والوصول الى المستهدف او تجاوز المستهدف. طيب احنا بنتكلم على يعني نوصل ل 50 مليون يمكن الشهر الجاي او اكتر من 50 مليون كده ان شاء الله. يعني بالشكل ده احنا عندنا التطعيمات متوفره بكميات كبيره وبجرعات كبيره الحمد لله، ما عندناش مشكله في مبدا توفر التطعيمات، لكن لازم ومراكز التطعيمات والنقاط التلقي اللقاح موجوده على مستوى الجمهوريه، عندنا اكثر من 37 مليون جرعه متاحه ومتوفره، يبقى بس ان كل المواطنين يساعدونا ويتوجهوا لاي مركز تلقي لقاح في اي مكان، احنا موجودين في كل مكان، حتى يا استاذ احمد في فرق متنقله، السيد الوزير وجه يمكن الاسبوع الماضي ان يكون في فرق تطعيم متنقله عند المساجد والكنائس والاماكن العامه والاماكن التجاريه الكبيره او الاتحاد الصناعات او المصانع الكبيره والشركات اللي فيها اعداد عماله كبيره، كلهم بنروح لهم لغايه عندهم عشان لو اي حد لم يحصل على اللقاح نقدر انه نضمن حصوله على اللقاح بشكل يعني في يسر وسهوله. الفئه العمريه 15 ل 18 بالفعل بياخدوا لقاح فايزر، وتم اتاحه التسجيل لهم على الموقع بالتزامن مع اعلان السيد الوزير خلال اجتماع مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، وبداوا يسجلوا على الموقع وبيتم توجيههم للمراكز لتلقي لقاح فايزر. هل دكتور خالد، لانه من 10 ايام يمكن وحضرتك كنت معانا انه هناخد تقريبا رسوم على التطبيق الابلكيشن، هل ده هيتم ولا هيتلغي؟ في تفكير للالغاء فعلا؟ ده بالفعل في السيد الوزير يعني بعد العرض على دوله رئيس مجلس الوزراء حصل على موافقه بان الشهاده او الابلكيشن او الباسبور الصحي اللي هو تحت شعار اطمن للاغراض الداخليه يكون بالمجان. كان الحقيقه كان في حاجتين جاري عرضه وخروجه من مجلس الوزراء من الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، وايضا تم عمل تحديث للابلكيشن وهينزل فورا فور الموافقه الرسميه عليه. لا حضرتك دلوقتي بتقول، لا حضرتك بتقول خبر انه الالغاء خلاص تم، مش لسه هندرس، الغاء تم بالفعل يا فندم. دوله رئيس مجلس الوزراء وافق بعض العرض، لكن لازم بيخرج ده بشكل رسمي من الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، وبالتزامن مع ده تم تحديث او عمل نسخه جديده، لان كان احد خطوات الحصول على الباسبور الصحي وان انا حمل الابلكيشن انه بيطلب 100 جنيه الاغراض الداخليه، وبالتالي تم عمل تحديث ونسخه جديده جاري رفعها للعمل بيها. دي خلال قد ايه تكون جاهزة؟ واي حد من المواطنين دفع مبلغ ال 100 جنيه
وهو بيستخدم الابليكيشن قبل كده سيتم استرداده له. هيترجعوا له ازاي الفلوس؟ عن طريق الفيزا، لانه بيدفع عن طريق الفيزا. اه فكل اللي دفع فلوس هترجعوها لهم. اه ال 100 جنيه او للاغراض الداخليه، اي حد دفع المبلغ هيرجع له المبلغ مره اخرى. لكن الخارجيه ال 250 زي ما هي. لا لا، ال 250 دي الرسوم لاغراض السفر، دي كما هي. لا كما هي. كما هي. احنا بنتكلم على الداخلي، ال 100 جنيه الداخلي. بالظبط. دكتور خالد مجاهد بشكرك شكرا جزيلا. يبقى اذا جواز السفر او البطاقه الصحيه اللي كان عشان تحصل عليها بتدفع 100 جنيه اصبحت النهارده الغاء هذا الرسم اللي هو ال 100 جنيه، ويتم حاليا اجراء تطبيق تحديثه عشان بدون رسوم تماما، بعد عرض من الدكتور خالد ابو غفار وزير التعليم العالي على دكتور مصطفى مدبور رئيس مجلس الوزراء، تم الموافقه على عرض وزير التعليم العالي والقائم باعمال وزير الصحه بالغاء فرض 100 جنيه على اي مواطن عايز يحصل على جواز السفر الصحي للداخلي، لكن الخارجي 250 جنيه ما زالت موجوده، لكن الداخلي اللي هو التعامل داخليا عشان يبقى معاك جواز سفر، رايح مصلحه حكوميه، راح تقضي حق كذا، معاك كان لازم تدفع 100 جنيه، النهارده ما بقاش، بقى بدون اي اموال، بقى بالمجان، ده خبر مهم جدا، وبالتالي واللي دفع ال 100 جنيه هترجع له ال 100 جنيه تاني، يعني تاني بقول، وبعد شويه لازم تشوفوا ال 100 جنيه رجعت وهترجع، الحكومه لما تقول حاجه بتعملها وبتنفذها، هو قرار مهم جدا لصالح الناس، وكمان وانت بتشجع الناس انها تاخد اللقاح ما اقولهمش كمان ادفع 100، لا مش هتدفع ولا حاجه، بالمجان يبقى بالمجان، بتاخد اللقاح بالمجان وتاخد جواز السفر الصحي ايضا بالمجان، وده تشجيع كبير جدا. النهارده الحكومه لما اعلنت من 3 شهور او 4 شهور تحديدا ان احنا قبل نهايه هذا العام سنصل لتطعيم 40% من السكان، النهارده وصلنا لاكثر من 40%، النهارده وصلنا ل 41% من عدد سكان مصر اليوم بتطعيم 41 مليون مواطن، النهارده وصلنا لهذا الرقم السحري اللي الدوله بتتكلم عليه من 3 4 شهور هنوصل لرقم، لا وصلنا قبل الموعد المحدد، كان الرقم المحدد في ديسمبر نهايه ديسمبر، النهارده بنتكلم على الحمد لله نتكلم على نص اكتوبر واسف نص نوفمبر، وصلنا للرقم السحري اللي الدوله كانت بتشتغل عليه، 41 مليون مواطن حصلوا على التطعيم سواء جرعه اولى او جرعه ثانيه. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد بسلامه الله من باريس، كان هناك اجتماع مهم واجتماعات ولقاءات مطوله جدا ومهمه جدا سواء مع الجانب الفرنسي او مع شركائنا الدوليين. سياده الرئيس طبعا كان احد الحضور المهمين في المؤتمر باريس حول ليبيا. طبعا علاقة مهمة جدا، سيادة الرئيس حتى لما ألقى كلمته وبالنسبة لرئيس ماكرون أخي وصديقي العزيز، كان الرئيس قال كده أخي وصديقي العزيز، أن هناك علاقة قوية جدا بين مصر وفرنسا. سعادة السفير علاء يوسف أولا مساء الخير على حضرتك. مساء النور يا أستاذ أحمد. أولا متشرفين بوجود حضرتك معانا. الأمر الثاني زيارة الرئيس سواء على الشق الثنائي وأيضا القمة حول ليبيا. والله الزيارة كانت يعني خطوة جديدة في سبيل الارتقاء بالعلاقات المتميزة والعلاقات الاستراتيجية الكاملة ما بين مصر وفرنسا، والتي شهدت على مدى 7 سنوات الماضية ارتقاء كبيرا وتطويرا في كافة المجالات وكافة الموضوعات. ربما التواصل والتنسيق المستمر ما بين السيد الرئيس والرئيس ماكرون في الفترة الأخيرة يعكس إدراك الجانب الفرنسي لصواب التقدير المصري للملفات المختلفة، سواء الأزمات الإقليمية في المنطقة أو بالنسبة للعلاقات الثنائية في كافة جوانبها. هناك تقدير كذلك فرنسي لعملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، واهتمام من جانب الشركات الفرنسية بالاستفادة بالفرص الواعدة التي تتيحها المشروعات المختلفة وعملية التنمية الشاملة. اللقاءات الثنائية التي عقدها السيد الرئيس مع الرئيس الفرنسي، رئيس الوزراء، وزيرة الدفاع، وزير الاقتصاد والمالية، كان هدفها بحث سبل تعزيز العلاقات ومتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال الشهور الأخيرة من حزمة تمويلية لتمويل عدد كبير من المشروعات التنموية في مصر. أحب هنا بالمناسبة أهمها إيه يا سعادة السفير علاء؟ أهمها إيه؟ حزمة التمويلية في مجالات النقل،
ومجالات الطاقة، مجالات تدوير النفايات، في مجالات الصحة كمان. يعني مثلا حضرتك تعرف ان مصر هي اكتر دولة افريقية حصلت على لقاحات لفيروس كورونا. مصر اكبر دولة على مستوى العالم اخذت حزمة تمويلية حكومية من جانب فرنسا. فكل ده مؤشرات هامة. يعني من غير ما ندخل في التفاصيل، بنتكلم على اكبر تمويل حكومي ومساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تقوم بها مصر. العلاقات كمان متنوعة ومتشعبة، من موضوعات سياسية وتنسيق في كافة الملفات الإقليمية إلى موضوعات اقتصادية واستثمارية إلى جانب تعليمي وتربوي. احنا بنشتغل مع الجامعات الفرنسية على تطوير اتفاقات التعاون مع الجامعات المصرية للارتقاء بها وتخريج أجيال جديدة قادرة على خدمة البلد، وكذلك الاستجابة لاحتياجات سوق العمل. يعني الجوانب السياحية، موضوعات كثيرة ومتشعبة تم تناولها خلال هذه اللقاءات. كذلك عرض السيد الرئيس مبادرة حياة كريمة وما تتيحه من فرص كثيرة للشركات الفرنسية للمشاركة في تنفيذ أهم المشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار هذه المبادرة. ده الشق الأول من الزيارة. الشق الثاني خاص بمؤتمر ليبيا الذي عقد بالأمس، وكان رسالة هامة من جانب المجتمع الدولي بضرورة دعم ومساندة الأشقاء الليبيين على اجتياز هذه المرحلة واحترام سيادتهم ووحدة أراضيهم، من خلال ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها وخروج كافة القوات الأجنبية وفقا لإطار زمني محدد. وربما هناك المؤتمر الأمس كان فيه يعني نقطتين هامتين يميزوه عن بقية المؤتمرات التي عقدت حول ليبيا خلال الفترة الأخيرة. أولها إن حضور عدد من رؤساء الدول منطقة الساحل ومن دول منطقة المتوسط، لأن الكل يعلم، كل يدرك أن أمن واستقرار ليبيا هو من أمن واستقرار منطقة الساحل وكذلك منطقة المتوسط. النقطة الثانية غاية الأهمية، وهي النص في الإعلان الصادر عن المؤتمر بضرورة الالتزام بخروج كافة القوات الأجنبية وفقا لإطار زمني ملزم. هذه يعني نقطة في غاية الأهمية، تعكس إرادة المجتمع الدولي في دعم مساندة الأشقاء الليبيين في هذه المرحلة الهامة. المحور الثالث من زيارة السيد الرئيس كان خاص بالمشاركة الاحتفالية التي تم تنظيمها في منظمة اليونسكو بمناسبة مرور 75 عاما على إنشائها. فلك عارف أن مصر دولة مؤسسة لمنظمة اليونسكو، ومصر طرف في مشروع تاريخي قامت به منظمة اليونسكو في السبعينات لإنقاذ معبد أبو سمبل ومعبد فيلة، وحتى الآن يضرب به المثل على أكبر نجاحات، يعتبر أكبر نجاحات منظمة اليونسكو في إنقاذ التراث المصري العريق. المنظمة مش فقط للتراث، ولكن موضوع التعليم والتربية والعلوم، وهي موضوعات توليها الدولة المصرية اهتمام كبير في المرحلة الحالية في إطار تعزيز وإرساء دعائم الجمهورية الثانية في مصر. الرئيس اتكلم كمان على المتحف المصري اللي هيكون أحد أكبر متاحف العالم، اللي يقدم للعالم هدية مصر للعالم. أنا عايز أقول لك يا أستاذ أحمد إن ده السؤال الدائم الذي يوجهه لي الجميع هنا في فرنسا. الكل يترقب افتتاح هذا المتحف، والكل يسأل عن موعد هذا الافتتاح، لأنه في شغف كبير بالحضارة المصرية القديمة، وهناك كذلك متابعة لكل ما يتم من اكتشافات مختلفة في مصر. عايز أقول لك إن هنا موكب المومياوات وافتتاح متحف الحضارة كان حدث هام جدا على الساحة الفرنسية، في ولع شديد بكل ما هو مصري خاص بالحضارة المصرية القديمة. ومفيش شك أن المتحف الجديد، المتحف المصري الكبير ده، يعتبر علامة فارقة في الاهتمام الفرنسي بالجوانب الثقافية المختلفة في مصر. وإن شاء الله لما يتم الافتتاح هيكون يمكن حضور دولي رفيع المستوى، مختلف دول العالم كله عايز يشارك في هذا الاحتفال الكبير إن شاء الله. بالتأكيد يا أستاذ أحمد. سعاد السفير علاء، خلينا أرجع لملف ليبيا.
امبارح ما كانش فيه توافق من كل الدول، في بعض الدول اللي كان لها اراء مختلفه عننا، يعني احنا وفرنسا وامريكا ربما وربما المانيا متوافقين على مساله انتخابات في 24 ديسمبر، ربما الروس مش متفقين معانا، اشقائنا في ليبيا بعضهم متفق وبعضهم مش متفق. اجواء المؤتمر وما دار في المؤتمر شفته ازاي وحضرتك موجود؟ أهم شيء أنا شفته في هذا المؤتمر هي الرسالة التي وجهها السيد الرئيس خلال كلماته في المؤتمر ودعوته للأشقاء الليبيين ويعني أسمهم أحفاد عمر المختار ودعوتهم إلى أن هم يضعوا مصلحة بلدهم فوق كل اعتبار وأنهم يحذروا من أي طرف يحاول أن يعني يعطيهم أوهام والتأكيد كذلك على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا الشقيقة. هذه النقاط أعتقد لاقت رحيب من جانب كافة المجتمعين سواء من الأخوة الليبيين أو كذلك من جانب الأطراف المشاركة. وأنا أحب مثلا أشير إلى مداخلة موسى فقي هو رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إنما تحدث واستشهد بعبارات السيد الرئيس في كلمته. يعني أنا هذا البيان أعتقد أن هو كان علامة هامة في هذا المؤتمر ودعوة صريحة ويؤكد كلامي أن كل الأطراف الدولية حريصة على التشاور والتنسيق مع مصر في هذا الملف الهام، لأن كل يدرك نوايا مصر وكل يدرك أن احنا نحرص فقط وهدفنا فقط هو أمن وسلامة واستقرار ليبيا وتحقيق المطالب وطموحات الشعب الليبي. أيضا وجود سيادتك في المؤتمر، هل في كلام حوالين فرض عقوبات على أي طرف يحاول تعطيل العملية الانتخابية؟ لأنه في أطراف النهاردة موجودة خارج ليبيا بتتكلم على أنهم هيمنعوا إجراء الانتخابات في موعدها، هل في كلام أنه ممكن يبقى فيها فرض عقوبات أو عليهم؟ دعنا لا نستبق الأحداث أستاذ أحمد ونترك الأمور تشوف هتمشي زي الفترة القادمة إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا سفير علاء يوسف سفيرنا في باريس، كل التحية لحضرتك. وزي ما بقول لحضراتكم الموقف في ليبيا معقد حبتين، نتمنى لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، مجتمع الدولي عام عايز ده وبيتم ده، ومبارح تم النقاش في هذا الموضوع بشكل واضح. إحنا ليس لنا مصلحة مع أي طرف إلا طرف وحيد في ليبيا، طرف وحيد في ليبيا أشقائنا اللي حريصين عليهم. أي مؤتمرات اتعملت، فرنسا برلين واحد برلين اتنين، كل ده نتيجة لإيه؟ نتاج إيه؟ لازم أقول لكم عشان تبقوا حضراتكم عارفين، إنه نرجع شوية. إعلان القاهرة يوم 6 يونيو كام؟ 2020. تاني بقول إعلان القاهرة 6 يونيو 2020، ده كان أول تحرك. سيادة الرئيس استضاف المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر وحاضر عدد كبير من سفراء الدول اللي كانوا حاضرين في المقر الرئاسي، ده كان أول تحرك. التحرك الثاني كان يوم 20 يونيو 2020 في قاعدة سيدي براني بالمنطقة الغربية. كل ما جاء في هذا المؤتمر اللي قدام حضراتكم، إعلان القاهرة 6 يونيو 2020، هو بالضبط اللي العالم كله بيتكلم عليه، يعني ما خرجش عن السياق اللي مصر تحدثت عنه في 6 يونيو 2020، انتخابات والتوافق والمؤسسات مؤسسات موحدة والمرتزقة والقوات الأجنبية وغيره من 6. أهو هذا المؤتمر كان هو النواة الحقيقية لبرلين واحد برلين اتنين باريس امبارح، واي مؤتمرات امم متحده اوروبا افريقيا اتحاد كله ماشي في هذا السياق. ثم جاء وضع الخط الاحمر يوم 20 يونيو 2020 في سيدي براني. الخط الاحمر ده اللي منع انه ليبيا وان قوات الغازيه والمحتل الاجنبي الغازي والميليشيات انها تدخل المنطقه الشرقيه، وايضا ان القوات الشرقيه انها تروح المنطقه الغربيه. فكان ايضا الخط الاحمر اللي قدام حضراتكم اهو، ده كان يوم 20 يونيو 2020 في سيدي براني، وكان
مجموعة من القبائل الليبية المؤثرة موجودين وحاضرين. سيادة الرئيس قال لهم اهو قدام حضراتكم اهو، قال لهم اذا القوات دي اتحركت انتوا هتكونوا على رأس القوات دي. احنا عندناش اي طمع، احنا رايحين عشان كنتوا، عشان استقرار بلدكم، وتبقوا انتوا الموجودين في المقدمة. دي كانت رسالة مصر. ليه؟ ليس لنا مصلحة الا هم اللي هو الشعب الليبي، محدش اخر. ينجح حفتر اهلا وسهلا، ينجح صالح اهلا وسهلا، ينجح اي طرف اخر عايز يخوض انتخابات اهلا وسهلا، القذافة ومش قذافة اللي ينجح اهلا، طالما هي ارادة واختيار الشعب الليبي اهلا وسهلا. ليس لنا مصلحة في ليبيا الا الشعب الليبي، ما يريده اشقائنا في ليبيا. دي رسالة مصر الواضحة. مصر لا تدعم الا الشعب الليبي، مش عايزة حاجة، مش عايزة حاجة من حد. عايزين امن واستقرار ليبيا، ايوه. ومصر ما كانش الرئيس عمل في 20 يونيو 2020، كانت ليبيا مش هي النهارده، لا في دولي ولا مؤتمرات ولا لقاءات ولا اجتماعات، كانت ليبيا فضلت في فوضى لحد دلوقتي. لكن كان الخط الاحمر هو العلامه المحدده واللي خلت كل واحد يقف في مكانه عند حده. والرئيس لما حط هذا الخط كانت مصر جاده، بدليل العالم عرف قد ايه معنى ان مصر تاخد قرار في هذا اليوم، اللي هو الخط اللي قدامك ده، حد عداه؟ محدش عداه، لا من الشرق ولا من الغرب. طب كان هدف الخط ده ايه؟ ايه هو؟ استقرار ليبيا. تاني، كان الهدف استقرار ليبيا اللي احنا وصلنا له النهارده. ان احنا يبقى النهارده العالم كله يجتمع عشان ليبيا بعد هذا الخط، بعد رسم هذا الخط. دي كانت رسالة مصر، رسالة سلام. يعني رسم الخط ده كان مش موضوع عدائي ابدا، كان رسالة سلام لكل الاطراف اللي موجودة في ليبيا واللي بره ليبيا. محدش يعدي الخط ده، لا الشرق يعدي ولا الغرب يعدي، كل واحد يقف في مكانه. اي قوات موجودة، موجود في مصراتة ولا موجود في الزنتان ولا موجود في الجفرة او في البريقة او كذا، افضل في مكانك لو سمحت، ما تعديش. والكل عارف انه مصر جادة ومحدش هيعدي، ومحدش عدى حتى هذه اللحظة. ده كان دي سياسة مصر. سياسة مصر عايزة ايه؟ عايزة ليبيا دولة واحدة بدون تقسيم، ده اللي قالته مصر من الاول. ثروات ليبيا تعود لكل الشعب الليبي يستفيد منها، كل القبائل الليبية تستفيد منها، مش لفئة على حساب الاخرين، لا الكل يستفيد. كان بيان مصر واعلان القاهرة في 6 يونيو 2020 هو اللي العالم بيتكلم عليه النهاردة. يبقى احنا كنا وضعنا الخطة مبكرا وخدنا الدعم، والدعم كله العالم قال لك ايوه هو ده موقف مصر. طيب الاتراك النهاردة عايزين ايه؟ مش عايزين انتخابات. انا بقول لك على هوا، الاتراك مش عايزين انتخابات، الاتراك ما حضروش امبارح، الاتراك ضد اجراء الانتخابات في 24 ديسمبر. ليه؟ ده النهاردة متحدث باسم اردوغان النهاردة ابراهيم قال النهاردة طالع يقول لك، بيقول انه فرنسا امبارح الرئيس ماكرون امبارح قالها على الهواء في المؤتمر الصحفي على روسيا وعلى تركيا سحب قواتهم. فطلع النهارده متحدث باسم الرئاسه التركيه بيقول للرئيس ماكرون، هو ليه القوات التركيه تمشي؟ هو ليه انتم مستعجلين؟ ما هو وجود قوات تركيه يبقى مفيش استقلال ولا استقرار في ليبيا. طب هو العالم عايز استقلال وعايز استقرار؟ ايوه طبعا. اذا انت محتل وانت قاعد في ليبيا، انت بتدعم مين؟ بتدعم طرف واحد، لا تدعم الاطراف كلها. انت مش زي مصر، ولا نقارن مصر بتركيا، مصر تدعم كل الليبيين وكل الاطراف الليبيه. طب تركيا بتدعم مين؟ بتدعم طرف واحد اللي هو قاعد في تركيا بقاله اسبوعين. تاني بقول اللي بقاله اسبوعين قاعد عندهم، اللي طالع يعمل تصريحات النهارده، كنت عمال اقرا تصريحات قبل الهوا، خالد المشري ده بتاع الاخوان، قيادي الاخواني، ده اللي قال لك هنبوظ انتخابات، مش هنخلي في انتخابات تحصل، احنا عايزين تعديل للمادة 12 خاصة بانتخابات. لما اتعمل مادة 12 او اتعمل الاجراءات الخاصة بانتخابات في ليبيا، هو مين اللي عمل؟ الشعب الليبي، الجهات الليبية المعنية، الحكومة اللي موجودة سواء دبيبة او محمد منيف، الاثنين جايين لفترة محددة. يعني لما تولوا، لما تم طرح في جنيف اجراء تصويت على المجلس الرئاسي وعلى الحكومة، كان الامر مشروط يا جماعه، كان الامر مشروط. مشروط بايه؟ انهم يتولوا المرحله الانتقاليه واجراء الانتخابات. كان الكلام واضح. الناس اللي موجوده النهارده دورها انها تستمر
لإجراء الانتخابات وهي تتولى عملية انتخابية، تبقى موجودة تسهل إجراء الانتخابات وتشكيل مفوضية الانتخابات. ما كانش فيه شرط إنه حد فيهم ياخد الانتخابات قولا واحدا. احنا بنتكلم لو ناس بتنسى، برجعكم لأصل الحكاية. لما تم انتخاب الدبيبة بخلال تصويت 39 صوت تقريبا ومش عارف حد تاني حاجة و30 صوت أيضا، وقبل والجميع قبل لأنه مصلحة الشعب الليبي خلاص، الجميع مع الشعب الليبي والجميع معاهم أهلا وسهلا، ولكن ما كانش فيه شرط إنهم هيخوضوا الانتخابات. دول يتولوا للإشراف والتسهيل والمباشرة للانتخابات القادمة في حضورهم هم، يعني مش حد فيهم يستقيل عشان يخوض، ما فيش حاجة اسمها كده. المفوضية وضعت شروط لمن يخوض الانتخابات. قالت إيه؟ من ضمن اللي هي المادة اللي هم اعترض عليها عبد الحميد الدبيبة وخالد المشري بتاع الإخوان، إنه أي حد عايز يخوض، يعني لو الدبيبة كان عايز يخوض انتخابات كان يعمل إيه؟ كان يستقيل قبل ثلاث شهور من إجراء الانتخابات زي ما عمل حفتر كده أو عقيلة صالح. كان عليه إنه يستقيل من شهر سبتمبر الماضي، ما يفضلش موجود النهاردة ويجي يقول لك إلغوا هذه المادة. الروس عايزين إلغوا المادة دي، الأتراك مش عايزين أصل انتخابات ولا إلغاء ولا غيره. عبد الحميد دبيبة امبارح قال لك الغاء واجراء تعديلات. طب ما هو كان الكلام ده من شهر 9، يعني كان ممكن يستقيل وخوض انتخابات والشعب الليبي كان لو اهلا وسهلا زي ما بقول لحضراتكم. ايضا اي حد عايز يخوض الانتخابات، حفتر استقال، صالح استقال، وربما اطراف اخرى استقالت من عمل تنفيذي او عمل ايا كان عمل، يعني اي حد في سلطه انه يستقيل قبلها بثلاث شهور. هكذا قرر الشعب الليبي والمفوضين الانتخابية اللي الشعب الليبي ارتضى بيها. وزي ما بقول لكم الشعب الليبي عايز يعدل يعدل. تاني بنقول احنا مصلحة، لو بنتكلم مصر يعني شعب عايزين ايه؟ استقرار ليبيا. ليبيا دولة موحدة لا فيها قواعد عسكرية ولا فيها قوات أجنبية ولا فيها ميليشيات. امبارح الرئيس ماكرون فاجئنا بتصريح مهم، قال لك ان اول دفعة 300 واحد ارهابي او مرتزق هيخرجوا الايام القادمة، وقال انه هيتم من خلال التنسيق مع الامم المتحده. يعني معروفين جايين منين ورايحين فين ومين هياخدهم ومين هيستلم الناس ذات المرتزقه اللي مصر بتتكلم عليهم طول الوقت. صدر امبارح تصريح رسمي من الرئيس ماكرون، يا جماعه اول دفعه هتخرج خلال الايام القادمه. عن طريق مين؟ عن طريق الامم المتحده. فالامم المتحده هي اللي تتولى هذا الامر باخراج اول دفعه من المرتزقه. العالم كله كان يعني كأنه ما كانش شايف انه في مرتزقة، وكانوا بيتكلموا على يعني الوضع ايه اللي بيحصل في ليبيا. بدأوا يتكلموا النهاردة المرتزقة، الروس طبعا متضايقين مش سعداء، بدليل الرئيس بوتين محضرش، حضر وزير خارجيته لافروف، واللي امبارح كان كلامه الايطاليين ايضا يعني ما تقدر تقول ماسكين عصا من النص، مش موقفهم زي فرنسا. الموقف القوي واضح جدا فرنسا جدا. الايطاليين قريبين من انك تأجل انتخابات، قريبين مش مع اجراء انتخابات. فرنسا موقفها زينا بالظبط، مصر، فرنسا، المانيا، الاتحاد الاوروبي، افريقيا، كله مع اجراء الانتخابات في موعدها اللي هي 24 ديسمبر اللي جاي. ليه؟ اجراء الانتخابات هو اللي يؤدي الى استقرار ليبيا قولا واحدا. ليبيا عايزه تستقر تعمل انتخابات الرئاسية والبرلمانية مع بعض في موعد المحدد. أي تأخير مش هيبقى مصلحة الشعب الليبي، إنه خلاص أي تأخير يبقى معناه إيه؟ خلاص المجتمع الدولي له مصلحة في إجراء انتخابات، مصلحة الأشقاء في ليبيا. مين الأطراف اللي مش عايزة؟ تركيا مش عايزة انتخابات في ذلك، الإخوان مش عايزين انتخابات في ذلك الوقت، أطراف تانية مش عايزة انتخابات في هذا التوقيت اللي هو محدد من جانب المجتمع الدولي واللي تم التوافق عليه مع أشقائنا في ليبيا. النهاردة مسؤولين في المفوضية الانتخابية في ليبيا قالوا الانتخابات ستتم في موعدها ومش هتتأخر، وده استحقاق لابد أن يتم في الموعد. إيه اللي هيتم الأيام الجاية؟ مين ليه مصلحة؟ عشان كده امبارح كلام سيادة الرئيس، كلام سيادة الرئيس امبارح قوي جدا جدا جدا. قال لهم أحفاد عمر مختار، أحفاد يا أحفاد عمر مختار، كان رسالة موجهة لأشقائنا في ليبيا. تعالوا نسمع الرئيس قال ايه امبارح لأشقائنا في ليبيا والدور الكبير اللي عليهم. ايه الدور الكبير اللي عليهم؟ نتابع.
اختتم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته الهامة للعاصمة الفرنسية باريس عقب مشاركة سيادته في قمة باريس الدولية حول ليبيا والتي انعقدت في 12 من نوفمبر الجاري. علاقات التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات. وكذا التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس السيد برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وكذلك لقاء سيادته في باريس السيدة فلورانس باري وزيرة الجيوش الفرنسية حيث أكد تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا خاصة في المجالات الأمنية والعسكرية. وكذا التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة نجلاء بودن رئيسة الوزراء التونسية مؤكدا سيادته دعم مصر الكامل لتونس لتحقيق الاستقرار والبناء والتنمية لصالح شعبه. هذا وقد غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الفرنسية باريس. قمة المناخ وجلاسجو، من جلاسجو سيادة الوزيرة الدكتورة ياسمين فؤاد، أولا مساء الخير على حضرتك. مساء النور، ازاي حضرتك أستاذ أحمد؟
هل تم الاتفاق على ما كان العالم يتمناه من هذه القمة أم هناك بعض الإخفاقات؟ في طبعا احنا دلوقتي شغالين في الجلسة الختامية بقالنا 4 ساعات، والحقيقة ما زالت المناقشات داخل الغرفة. في بعض الموضوعات اللي احنا نجحنا في ان احنا نتفاوض عليها زي موضوع تمويل المناخ. كنت بشرف ان انا بترأس التوافق حول هذا الموضوع الهام مع زميلي وزير البيئة السويدي بير بولن. والحقيقة وصلنا لنص توافقي مفيش شكوى منه دلوقتي في الحجرات. مفيش شكوى بمعنى ايه؟ احنا لم نحصل على 100 مليار ولكن نجحنا في الحصول على تمويل كثير من قبل الدول المتقدمة لموضوعات التكيف، ونجحنا في وضع صياغات لزيادة التمويل الذي سوف يتم تخصيصه في السنوات القادمة للتكيف، ونجحنا في أهم جزء استمرار تقييم الدول النامية للدول المتقدمة في التمويل اللي هيتخصص للتكيف، والاتفاق في خلال 3 سنوات على هدف محدد ورقمي لتمويل التكيف. فكل الموضوعات دي حقيقة كانت موضوعات اشتغلنا عليها خلال الفترة اللي فاتت، وكانت موضوعات فيها نقاشات كثيرة بين الدول المتقدمة والدول النامية، لسبب بسيط بدون التمويل مش هنقدر ان احنا نتقدم. اتفقنا على الهدف العالمي للتكيف، نجحنا في بعض الموضوعات الخاصة بعمليات الشفافية، وما زال هناك مناقشات. بعتقد ان هذا المؤتمر الفلوس اللي حصلنا عليها للدول قد ايه؟ وال100 مليار ليه ما دفعتش؟ ال100 مليار اقل منها بشويه، يعني بحدود 10 15 مليار. احنا وصلنا ل80 مليار على حسب اللي ما تم وضعه من قبل الدول المتقدمه، وهيفوا بتعهداتين في خلال سنتين ان هم يوصلوا لل100 مليار. احنا كان الرقم ده قليل جدا حضرتك استاذ احمد في خلال السنوات اللي فاتت، غير انه كان قليل ما كانش بيتخصص فيه، ودي الحته المهمه، فلوس للتكيف، والتكيف هو ما يهم الدول الناميه. يعني انا ممكن ابقى مبسوطه جدا ان انا وصلت ال100 مليار، بس فرحتي لو ال100 مليار كلهم محطوطين للتخفيف وليس للتكيف. اللي احنا النهارده عملناه في مؤتمر جلاسجو ان احنا اتفقنا ان هيبقى فيه توازن ما بين التمويل اللي بيروح للتخفيف والتكيف. اتفقنا ان هيتم مضاعفة التمويل اللي هتقدمه الدول المتقدمة للدول النامية في مجال التكيف. اتفقنا على استمرار التمويل للتكيف وزيادته في خلال الفترات القادمة، وعلى التوازي الاتفاق على هدف عالمي نوصل له كلنا. فكرة ان انت ما عندكش مسطرة محتاج ان انت تقيس عليها او هدف انك توصله، ده كانت مشكلة كبيرة جدا في المفاوضات في خلال السنوات اللي فاتت. يعني لو بنتكلم مثلا درجة حرارة الارض 1.5 درجة مئوية لا تزيد عن 1.5 درجة مئوية، ده معناها ان في رقم احنا نوصله. احنا كانت مشكلتنا في خلال السنوات اللي فاتت ان كان طول الوقت مش بنحط رقم للتكيف نقدر ان احنا نوصله. دلوقتي هنبتدي هذا الاجراء. هنبدأ بكام؟ هنبدأ الرقم بكام؟ لا، هنبتدي بان احنا نعمل اجتماعات للوصول لهذا الرقم. يمكن الجزء اللي مهم برضو، لو حد حصل له كارثة يروح فين؟ يعني ايه؟ يعني مثلا مشكلة زي راس غارب من كام سنة لما صحينا لقينا السيول دمرت المدينة. في جزر وفي مدن للدول الأقل نموا بسبب الفيضانات هتختفي او هيحصل لها كوارث، الناس تتهجر. من ضمن ده ان كان محتاجين آلية للخسائر والاضرار. احنا تم الاتفاق في مؤتمر جلاسجو هنا ان هيتم تفعيل آلية مؤسسية لدعم الخسائر والاضرار اللي بتحصل للدول، ودي برضو كانت من ضمن المطالب بتاعت الدول النامية اللي احنا قعدنا كتير نطالب بيها. يمكن مش بتأثر علينا في مصر زي الدول الجزرية ما بتتأثر أو الدول الأقل نموا، لكن يكون مصر بتمثل أفريقيا في استضافة المؤتمر القادم في هذا الموضوع. الحقيقة موضوع بجد إن هو موضوع هام جدا. طيب. من الآخر أستاذ أحمد، المفاوضات عبارة عن إن أنت في جزء هتاخده وجزء مش هتاخده، مش ممكن تخش المفاوضات هتاخد كل حاجة أنت عايزها. فالمفاوضات المرة دي إحنا حاولنا بقدر المستطاع مصر إن هي تعمل عملية توازن. مصر ساعدت انجلترا في ان احنا نخلص تمويل المناخ الحقيقه، وعمل كان شاق لمده 3 ايام مع وزير البيئه السويدي ان احنا
نتفاوض مع العشر مجموعات ويخرج النص من الفنيين للسادة الوزراء ونتفاوض على نص توافقي لم يتم الاعتراض عليه في الجلسة العامة، ودي حاجة كويسة جدا، ومصر قامت بهذا الدور قبل كده. نمرة ثلاثة، وده اللي أهم، إن احنا بقى ننهي الكلام ونخش بقى في إن احنا نضع خطة تنفيذ باريس. احنا كانت مشكلتنا في السنوات اللي فاتت إن في ثلاث موضوعات، تمويل المناخ والتكيف والشفافية، كل ما نيجي نتكلم فيهم ما نخلصهمش، فبنخلص خطة عمل اتفاق باريس. احنا النهاردة إن شاء الله في خلال الساعات القادمة لو تم اعتماد هذه القرارات هنبقى وصلنا لخطة عمل اتفاق باريس، وبالتالي استضافة مصر للمؤتمر القادم يبقى استضافة لأولويات القارة الأفريقية والدول النامية، وهي التكيف والخسائر والأضرار. يبقى ده المؤتمر اللي خاص بدعم التكيف ودعم الخسائر والأضرار، وهي أولويات الدول النامية وتمويل المناخ. هل سيادة الوزيرة هيكون في كده تعويض للدول الفقيرة اللي يحصلها أي ضرر من التغير المناخي؟ كده بدأنا. مش هيبقى يعني بص، الفلوس مش هتبقى موجودة بكرة الصبح، لكن بدأنا وضع قرار بوجود آلية مؤسسية لدعم الدول الفقيرة التي تتعرض للمخاطر بتاع التغير المناخي. لم يكن هذا موجود. خلي بالك المفاوضات عبارة عن ان انت بتبتدي اجراء، بتبتدي بروس، مفيش مفاوضات بتيجي تقول لك انا هعمل لك الهدف وهحط لك الفلوس وهشكل مجموعه العمل وهتاخد التقرير بطريقه فلانيه. هي كل مره بنبني على المره اللي قبلها. هل سياده الوزيره كان في مطالب برفع التكاليف لحوالي تريليون دولار حتى 2030؟ دقه هذا الكلام ايه؟ كان في هذا الرقم فعلا تم طرحه من الدول الناميه، ولكن الحقيقه تم التوافق، ما هو ده الجزء بتاع تمويل المناخ، على اهميه تدقيق هذا الرقم. وبالتالي كان دور مصر مع السويد ان هي تبدا وضع اليه واضحه تضم التشارك ما بين الدول الناميه والدول المتقدمه لتقييم ما تم قبل كده ووضع رقم حقيقي. احنا عندنا مشكله دلوقتي استاذ احمد ان احنا حتى ال 100 مليار اللي احنا بنقول ان احنا ما وصلنالهاش، الكل بيقول دلوقتي ان ال 100 مليار ده مش رقم حقيقي وان الاحتياج اكتر من ال 100 مليار. مين اللي قال ان هو تريليون ولا تريليون 300؟ فاللي احنا بنقوله احنا محتاجين اليه محدده تضم دول ناميه وتضم دول متقدمه، تقعد على مدى سنه تعمل اجتماعات تجيب كل المعلومات والبيانات على الارقام اللي الدول المتقدمه حطتها، وقصادها تحط احتياجات الدول الناميه عشان نعرف نطلع برقم صحيح يتم الاتفاق عليه. هل هناك توافق امريكي صيني ولا في اختلافات ما زالت؟ لا، في طبعا اتفاق اتعمل ما بين امريكا والصين لخفض الانبعاثات ولتقديم المساعدات، برغم ان طبعا احنا كنا قلقانين من هذا الموضوع، ولكن اعتقد ان ما قامت به الولايات المتحده الامريكيه ودوله الصين في التوافق بينهم وان هم عملوا اتفاق ثنائي في خلال الاربع ايام اللي فاتوا، ده كانت حاجه كويسه جدا لدفع عمليه التفاوض هنا في امريكا. ايه الاليات السريعه اللي الدول هتعملها عشان الواحد ونص درجه؟ ايه اللي هيتعمل سريعا؟ بتتكلم على نقل التكنولوجيا، بتتكلم على طاقات جديده ومتجدده، بتتكلم على تحول السيارات للعمل بالكهرباء، التخلص التام من الفحم، رفع الدعم عن الوقود الاحفوري، في بعض الحاجات الاجراءات اللي المفروض الدول تعملها عشان نحتفظ درجه حراره الارض الا تزيد على 1.5 درجه مئويه. هيتم التخلص من الفحم ازاي؟ ايه الاجراءات؟ لا، استخدامات الفحم. الو سياده الوزيره، سياده الوزيره، طيب هنحاول نرجع مره ثانيه الدكتوره ياسمين فؤاد. لسه ما زالت الاجتماعات ودلوقتي في الجلسه الختاميه، طبعا واضح الشد والجذب، والدول الفقيره والناميه كانت محتاجه دعم كبير جدا، بيقترحوا حوالي تريليون دولار خلال العشر سنوات القادمه لمواجهه او التكيف مع التغيرات المناخيه. زي سياده الوزيره ما قالت، يعني واضح الامور في كثير من التفاصيل وفي ضغوط كثيرة جدا، ولكن توصلوا حتى الآن إلى هيكون في حدود 80 مليار دولار، ولكن هيكون في أيضا إجراءات لدعم الدول الفقيرة والدول النامية، تعويضات ليها زي ما قالت مش لازم تبقى بكرة، ولكن على الأقل تحط في على أجندة المؤتمر، وأيضا وبالتالي يكون عندنا المؤتمر القادم هيكون أيضا تحرك كبير هيتم على أرض مصر في شرم الشيخ العام القادم، استضافة مصر ليه
الدورة 27 من قمة المناخ. هنحاول لو سيادة الوزيرة مرة تانية لو رجعت لنا واحنا بنتكلم على قمة المناخ واختتام النهاردة الجلسة الختامية في جلاسجو بحضور دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اللي موجودة حاليا واللي كانت معنا قبل قليل. هنتابع هذا الملف المهم. رئيس الوزراء النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي أمضى يوما طويلا في السويس. محافظة السويس محافظات اللي زي ما بقول كده كانت محتاجة شغل. طبعا اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وكان موجود دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، دكتور عاصم جزار وزير الإسكان. زي ما احنا بنشوف جولة رئيس الوزراء اللي استمرت يوم طويل في محافظة السويس، تفقد عدد كبير جدا من المشروعات القومية اللي بتتعمل. أيضا اتكلم رئيس الوزراء على إنشاء حوالي 13 ألف وحدة سكنية مرحلة أولى ضمن مبادرة الرئيس، سكن لكل المصريين، من بين نص مليون وحدة بتتعمل في المحافظات أو بتتعمل زي ما قال رئيس الوزراء في المدن القديمة. المدن القديمة بيتعمل فيها هذه الوحدات. التقى رئيس الوزراء أيضا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن السويس، وطبعا استمع إلى طبعا المشاكل، وأيضا استمع لمقترحات خاصة من النواب، القضايا الخاصة بالمواطنين في هذا اللقاء الموسع. وطبعا التقى أيضا رئيس الوزراء تفقد عدد من المشروعات، المجمع الطبي في السويس، منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة السويس. رئيس الوزراء أيضا تابع الطرق، مجموعة من الطرق، وسيادة الوزير كامل الوزير أيضا كان بيشرع على الطريق الخاص بالإسماعيلية السويس، واللي وصل فيه حتى النهاردة لحجم الشغل اللي بيتم في هذا المشروع المهم يربط ما بين السويس والإسماعيلية. وزير النقل وزير كامل وزير بيشرح رئيس الوزراء أعمال التطوير الخاصة برفع الكفاءة وأيضا تطوير هذا الطريق اللي بيربط ما بين محافظتين، ومطالب أيضا أهالي السويس في كافة الاحتياجات الخاصة بشبكة الطرق في المحافظة. أيضا رئيس الوزراء تفقد كلية الطب ومستشفى الجامعي في محافظة السويس، واستمع لشرح طبعا من الدكتور خالد أبو غفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، لطبعا الأعمال التطوير اللي بتتم في مستشفى السويس الجامعي وكلية الطب، وما أيضا المساحات قد إيه، الأسرة اللي موجودة، الموقف التنفيذي لهذا المشروع، وتم الانتهاء زي ما قال دكتور خالد أبو غفار من أعمال الترميم للمبنى وإضافة دور تاني للمبنى بالكامل، والانتهاء من أعمال إنشاء مبنى الخدمات، مبنى خزان المية والحريق وغيره. واتكلم جولة داخل أيضا الجامعة ومستشفى الجامعة في محافظة السويس، وأجرى رئيس الوزراء حوارا وديا مع بعض طلاب الفرقة التانية بكلية الطب زي ما احنا بنشوف أثناء طبعا الدراسة العملية. قدم رئيس الوزراء أيضا شجع الطلاب على بذل المزيد من الجهد لتحقيق التفوق العلمي ليهم. زار تفقد أيضا رئيس الوزراء عدد من المشروعات ورجال الهيئة الهندسية والقوات المسلحة اللي هم قائمين على عملية التنفيذ بالنسبة لمستشفى الجامعي في محافظة السويس. جولة مهمة، ورئيس الوزراء كمان عمل جولة في قرية عامر والتقى اهالي القريه. لو معانا الفيديو ده كمان ممكن نشوف الفيديو لو سمح. ايوه، التقى الاهالي زي ما انتم شايفوا طبعا قريه عامر قريه زي قرانا كلها. رئيس الوزراء خد جوله في الشوارع، شاف البيوت، التقى بالاهالي، التقى بشباب في القريه، شاف اعمال التطوير ورفع الكفاءه في قريه عامر بمحافظه السويس. ترجل رئيس الوزراء زي ما حضراتكم شايفين كده ماشيا على اقدامه، ودي حاجه جميله جدا بيعملها رئيس الوزراء. يعني انا شخصيا بحب المسؤولين لما هم يبقوا ماشيين كده ومع الاهالي ويقابلوا الاهالي ويتكلموا معاهم، يقفوا معاهم، قاعد يتكلم رئيس الوزراء مع الاهالي وبيسمع منهم. عندكم قال لهم سيبكم بقى من الطرق والصرف والميه، لا خلاص دي حاجات احنا بنخلصها، ايه تاني عندكم؟
ايه المشاكل كده والله. قال لهم ايه تاني المشاكل؟ طلباتكم ايه؟ عندكم مركز شباب؟ قولوا لي. فقعدوا يشاوروا الناحيه الثانيه، المحافظ قعد يقول الناحيه الثانيه، فهو رئيس الوزراء بيسمع من الشباب كمان اهو، المحافظ اللي هو عبد المجيد صقر بيقول له في مركز شباب هناك الناحيه الثانيه، رئيس الوزراء عايز يسمع من الشباب ايه المشاكل، ايه اللي عايزينه؟ اهو موجود رئيس الوزراء. طب انتوا طلباتكم ايه؟ مشي فتره طويله بيلف في شوارع القريه كمان ويطمن ويشوف البيوت ايه اللي بيتعمل، في مشروع حياه كريمه ايضا، ايه التطوير اللي بيتم، ايه اللي وصلهم، ايه اللي ما وصلهمش، ايه الاحتياجات الاهالي، المشروعات اللي موجوده في القريه ايه هي، الحيز العمراني الموجود في القريه ايه هو، الاحوزه العمرانيه للقريه ايه، ايه اللي خارج الحيز العمراني وايه القطاع الريفي اللي موجود. رئيس الوزراء استمع لعدد كبير من الاهالي واستمع كمان عن مدى رضاهم عن المشروعات اللي بتتم، هل راضين ولا لا؟ قالوا له يعني سالهم اللي بيتم ده انتوا مبسوطين بيه ولا ايه مشاكل؟ هل ممكن حاجات تانية عندكم مشاكل فيها ولا؟ استمع طبعا وكان بيستمع لمقترحات ليهم بخلاف طبعا الخدمات اللي هي اساسية اللي بتتم. طبعا عدد كبير منهم اتكلم على اعمال التطوير، شكروا على انه الخدمات المقدمة في بلدهم او في قرية بتاعتهم. استمع ايضا رئيس الوزراء لنائب محافظ السويس دكتور عبد الله رمضان عن شبكات المرافق الخاصه بالقريه، تشمل ميه صرف، بتشمل والكهرباء الغاز الاتصالات، وايضا كل ما بعد ما بيخلصوا ده بتتم بعد كده اعمال الرصف، يعني الاول بيخلصوا كل الحاجات اللي فيها حفر وكده، ثم بعد ذلك تاتي عمليات الرصف والتجميل والاناره. وطبعا اتكلم على انه معدل التنفيذ في القرية حوالي 90% اللي هي مختلف شبكات الخاصة بالمرافق في قرية عامر بمحافظة السويس. مسؤول الشعب الهندسية في الجيش الثالث لما يتولوا هذا الامر انهم بيتولوا الاشراف على التنفيذ لاعمال التطوير في هذه القرية، وايضا انهم استلموا المشروع ده في شهر سبتمبر الماضي، وتم تجهيز التصميمات والانتهاء من اعمال الصرف الصحي واللي شملت خطوط صرف بطول اكتر من 10.5 كيلو في يعني اقطار مختلفة. ايضا بالنسبة للاجراءات اللي بتتم حوالين غرف تفتيش وغيرها وما يتم في هذا في هذه المنظومة، وانهم يستكملوا حاليا اعمال المرافق في مختلف انحاء قرية عامر بجانب الرصف والإنارة للطرق الداخلية داخل القرية. هنا بنتكلم هيكون كمان الطرق الداخلية اللي ماشي فيها رئيس الوزراء تم ليها أعمال الرصف، ولكن بعد الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمرافق وعمليات الحفر. نتابع جولة رئيس الوزراء اليوم في محافظة السويس، وجانب من تصريحات رئيس الوزراء التحدث عن خطط الطموح للدولة والمشروعات القومية وما يتم حالياً سواء في السويس أو حتى على مستوى الجمهورية وأيضا في مدن القناة. نتابع زميلنا هاني نحاس. وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جولاته بالمحافظات، حيث قام بزيارة تفقدية لمحافظة السويس لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، حيث تابع مشروع تطوير حديقة الخالدين والنصب التذكاري ووحدة الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمحافظة، مع البدء في تنفيذ القرار الرئاسي بإنشاء مدينة السويس الجديدة وتطوير وربط مخارج السخنة مع مدينة السويس. الهدف من هذه الزيارات اللي احنا بنقوم بيها أنا وزملائي الوزراء بحضور طبعا وبضيافة السادة المحافظين المعنيين، ان احنا نكون الحقيقة بنتابع كل المشروعات التنموية الكبرى اللي الدولة الحمد لله النهاردة بقت بتنفذها في على مدار يعني الساعة زي ما بنقول بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يمكن الحقيقة النهاردة يعني زيارتنا لمحافظة السويس ليها أهمية كبيرة، يعني وخليني هقولها بمنتهى الأمانة، دائما كان يعني مواطن المصري في محافظة السويس بيشكو دائما بأن المحافظة مظلومة وأن يعني مش مفيش فيها تركيز على أعمال التنمية والتطوير كما هو الحال في المحافظات الأخرى، حتى كان بيبقى فيه مقارنة مع محافظات إقليم قناة السويس، ولكن يمكن كان توجيهات فخامة الرئيس أن يحصل يعني دفعة كبيرة بالعمل في المحافظة عشان نقدر أن احنا نلحق بركاب التنمية في كل المحافظات زي كل محافظات مصر. وبالتالي يمكن أنا الحقيقة بتابع مع سيادة المحافظ اللواء عبد المجيد صقر يعني من ساعة
الحقيقة بقالنا دلوقتي ما يقرب من يعني 3 سنوات بنعمل جهد كبير جدا جوه المحافظة، محافظة السويس، مشروعات كبرى بتتعمل. ويمكن خليني يمكن هعدد هذه المشروعات اللي احنا شغالين فيها، ودي اللي احنا بنعتبرها بداية لعملية التنمية اللي بتحصل في محافظة السويس زي كل المحافظات الاخرى. يمكن قطاع هبدأ به قطاع كان يمكن قطاع المرافق والبنية الاساسية، وعلى الاخص موضوع الصرف الصحي وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي. والنهاردة يمكن زرنا احد المشروعات اللي بتنفذ اللي هي محطتي الرفع بتاعت ضرب 1 و2 اللي بتصل النهاردة قدراتهم الى اكتر من 125,000 متر مكعب في اليوم. المنطقة دي اتعملت باسرع وقت ممكن في اطار مشروعات لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي. لان الحقيقة لما جيت انا في زيارة بنفسي من سنوات قليلة جدا كان في مشكلة، وبالذات في مناطق ما يطلق عليها مناطق الجمعيات اللي هي الجمعيات التعاونية لانشاء عمارات، ولكن للأسف لم يكن تم استكمال شبكات البنية الاساسية، فاشتغلنا عليها بالتعاون مع سيادة المحافظ. وايضا بيلاحق هذا الكلام ادخال كل منظومة البنية الاساسية، وايضا رصف هذه الشوارع ورفع كفائتها. ويمكن النهاردة انا طلبت من سيادة المحافظ ان احنا نحط خطة طموحة لرفع كفاءة كل الاحياء السكنية القديمة اللي موجودة جوه مدينة السويس. وهي يمكن إشكالية هذه المدينة إنها طبعا لو حضراتكم تابعتوا معنا وإحنا ماشيين مشروعات إسكان تبع الدولة تنفذت على عقود طويلة، وللأسف يعني هذه المشروعات بعضها لم يكن بيتم الصرف الكافي ليها لأعمال الصيانة، وبالتالي مع مرور الوقت ابتدى يحصل فيها تدهور. فيعني الحقيقة مع سيادة المحافظ إحنا حاطين خطة دلوقتي لرفع كفاءة هذه الأحياء بالكامل تدريجيا، بحيث نرفع كفاءة كل المدينة بإذن الله على مدار الفترة القادمة. احنا النهاردة يمكن في موقع، عشان يعني قبل ما اخرج من اطار السكن الاسكان والبنية الاساسية، احنا في موقع النهاردة احد المواقع للمشروع الكبير اللي اطلقه فخامة الرئيس الخاص بسكن كل المصريين، اللي بيستهدف 500,000 وحدة سكنية جديدة في قلب المدن القائمة. احنا هنا مش بنتكلم على المدن الجديدة ولا المجتمعات الجديدة، احنا بنتكلم على المدن القائمة. والنهاردة يمكن المخطط لمحافظة السويس مبدئيا ان احنا 25,000 وحدة اللي هما بنعتبرهم مرحلة اولى، وفي اراضي هتمكننا من انشاء مرحلة جديدة اخرى، مرحلة تانية، ولكن في اطار المرحلة الاولى نسبة احنا النهاردة يعني حجم اللي فعلا تم انشاؤه اكتر من نصف العدد اللي هو 25,000. عندنا اكتر من 13,000 وحدة تم انشائهم، وزي ما حضراتكم شايفين بدأنا ندخل في مرحلة التشطيبات على اساس ان دي توفر سكن ملائم، وهيبقى حتى جزء منها بديل للمناطق العشوائية اللي موجودة داخل مدينة السويس. طبعا ده بخلاف المشروع الكبير اللي يعني سيادة الرئيس وجه ان احنا نبدأه، وهو انشاء مدينة السويس الجديدة، واللي بالفعل وزارة الاسكان شرعت فيه البدء في المرحلة الاولى منها، وكل ده علشان نوفر سكن ملائم لأهالينا في محافظة السويس. كما تفقد رئيس الوزراء اثناء زيارته لمحافظة السويس محطتي صرف صحي، ووجه بتوفير 30,000,000 جنيه كمرحلة اولى لمشروع تطوير قرية عامر والصرف المغطى بمدينة الشيخ خليفة السكنية. كما تفقد الدكتور مصطفى مدبول المجمع الطبي بالسويس الخاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل، موجها بالإسراع في شراء وتوفير المعدات والأجهزة الطبية اللازمة لسرعة تقديم الخدمات لمواطني المحافظة، وفقا لتوجيهات الرئيس بتقديم العلاج والخدمات الطبية المتطورة على أفضل مستوى. ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد رئيس الوزراء وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بالسويس لتوفير 25,000 وحدة سكنية بالمحافظة، كما تفقد أعمال تطوير مستشفى السويس الجامعي وكلية الطب. واختتم رئيس الوزراء جولته بمحافظة السويس بتفقد مشروع ممشى أهل السويس والمنطقة الترفيهية وأعمال تطوير تراتير هويس، كما افتتح المرحلة الثانية من شاطئ السويسة، لتنتهي الجولة الحكومية بوضع محافظة السويس على طريق التنمية المستدامة. هاني النحاس على مسؤوليتي. نروح إلى سيادة اللواء أشرف الدودي محافظ قنا، مساء الخير على حضرتك. عايزين نطمئن الأول على العواصف والسيول والأمطار، هل هناك
يعني تحسن في الاحوال ام سوء في الاحوال الجويه عندكم؟ مساء الخير يا استاذ احمد. الحمد لله بفضل الله الجو اتحسن كويس. طبعا يعني هنا كان في نزاع طبعا من ناحيه الارصاد بان الظروف الجويه طبعا هتبقى تتعرض منطقه جنوب الصعيد لظروف جويه يعني زي ما احنا شايفين امطار شديده وعاديه. واحنا كنا الحقيقه متاهبين ورافعين الحاله بقالنا يومين بالظبط. بفضل الله النهارده اللي حصل طبعا ما كانش فيه امطار في هنا، لكن طبعا الامطار كانت على سلاسل البحر الاحمر. ولما الجماعه طبعا نزلت وعملت سيول قطعت الطرق الصحراوي الشرقي طريق افت القصير طريق انس افاجا. الحقيقه طبعا انا وسيد مدير الامن وكل رجال الامن طبعا الحمايه المدنيه شركه الميه كل المتخصصين لرؤساء المدن كنا عاملين حسابنا ومستعدين بقالنا يومين وحاطين مواداتنا على نقط دفع اماميه وقوه تدخل سريع. وبالتالي كنا في الحدث ساعه لما حصل، وبفضل الله الحمد لله مسيطرين على الاماكن اللي حصل فيها سيول. ما راحتش ناحيه القرى، هي كلها قطع طرق المره دي بفضل الله ما فيش اي خسائر لا في الارواح ولا في الموت الحمد لله. لا الطرق ماشي عادي دلوقتي؟ فتحت الطرق ولا لا؟ احنا لسه قافلين، لسه قافلين طريق. كم طريق يا فندم؟ افت القصير ثلاث طرق رئيسيه، افت القصير هنا سفاجة وطريق هنا الصحراوي الشرقي اللي هو من هنا لدور. هل حصل فيهم اضرار ولا قافلينهم بس احتياط يعني عشان لا هو 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 احنا طبعا كميه الميه اللي نازله من الجبال كبيره وما زالت لسه يعني في بعض المناطق بتوصل لحوالي متر تقريبا فوق الطريق. ما فيش اي خسائر لان الحمد لله بعض المعدات كانت موجوده في الحدث. فعلى طول احنا بنخفف الضغط على الطريق فبالتالي ما بيحصلش اي تاثير على اسفلت. لحد دلوقتي ما فيش اي خسائر الحمد لله. يعني الوضع إيه؟ بكره ايه يا سياده المحافظ؟ وهل في اجازه المدارس ولا المدارس شغاله؟ لا لا الجو ما فيش مشكله في المدارس. احنا عندنا احزمه حضرتك الجو كويس جدا في هنا. احنا هنا مشكلتها بس السيول اللي جت من السلاسل الجبال البحر الاحمر ودي كلها على الطرق الصحراويه بعيده عن المدن. وبالتالي احنا مدارسنا شغاله وضعنا طبيعي جدا ان شاء الله. لا في اراضي في زراعات في حاجات اتاثرت ولا لا صحراء؟ لا خالص خالص لا لا كلها الحمد لله طرق صحراويه. مفيش اي خسائر خالص لا في الافراد ولا في المعدات ولا في اي حاجه الحمد لله رب العالمين. بشكرك شكرا جزيلا لواء اشرف الدودي محافظ قنا، شكرا جزيلا. امبارح اولا مبروك لمنتخبنا ومبروك لينا طبعا. امبارح لعبنا مباراه امام انجولا وخلاص احنا صعدنا للدور الحاسم اللي هو الماتشين الفاصلين، لانه خلاص احنا عندنا يعني 11 نقطه وبالتالي ترتيبنا رقم واحد وخلاص بغض النظر عن مباراه الجابون القادمه. لكن لا يوم الاثنين الساعه 3 العصر تكون في برج العرب، عايزين نفوز عليها عشان الترتيب يعني ترتيبنا، لان احنا مشكلتنا امبارح كان هدفنا الفوز امبارح والماتش اللي جاي عشان نكون ضمن التصنيف الاول. بماتش امبارح مش هنبقى التصنيف الاولاني، رايحين للتصنيف الثاني. وخطوره التصنيف الثاني ايه هو حضراتكم؟ ايه هو؟ هتلتقي مع منتخب من المنتخبات القويه. تلاقي نفسك بعض الشر كده بتقابل السنغال او الجزائر او المغرب مثلا يعني. هي دي بقى المشكله. فلا عايزين نقابل لا السنغال ولا الجزائر ولا المغرب. ليه؟ المغرب فازت في كل ماتشاتها والجزائر امبارح فاز 4-0 وحالنا حالنا اللي شفناه امبارح الشوط الاولاني صعب. انا امبارح كنت فاكر ان انا بتفرج على ماتش قديم بصراحه، يعني امبارح قلت ده مش معقول ده المنتخب، اكيد ان انا جبت القناه غلط مش اون سبورت، بتفرج يمكن على مباراه زمان قبل ما الكره تبقى مدورة، لأنه ده مش منتخبنا. لا يمكن أبدا الشوط الأولاني أنه ده منتخب مصر. قلت الله ده حسام البدري كان أحسن، وإحنا كنا زعلانين من حسام البدري ليه؟ هو ده مستر كيروش اللي بياخد 60,000 دولار؟ ده المنتخب مش معقول. يا جماعة وأنا بتفرج على مصر دي أنجولا، ده أنجولا امبارح حسيت إنها البرازيل، ولسه كنت قبلها الفجر بتفرج على ماتش البرازيل وكولومبيا، قلت هي هم لبسوا
البتاع الاحمر ده التيشيرت وهم البرازيل ده كل دقيقه عند الجون عند الشناوي وماسكين كره عمال يوزعوا واحنا مش موجودين، لا كان عندي نص ولا كان عندي هجوم ولا كان عندي الشناوي امبارح. ده بكلمك الشوط الاولاني، يعني 43 44 دقيقه احنا لم نكن موجودين على الاطلاق على الاطلاق. سجلوا هدفين، ده امبارح انجولا ربنا كرمنا ما سجلوش اربعه في الشوط الاولاني، ده انا هدفين وقلت معقوله يا جماعه يعني انجولا هتسجل فينا 3-0 في الشوط الاولاني ازاي؟ والا في اخر ثانيه صلاح ربنا يكرمه عملها صلاح والنني، صلاح حط كوره اسيست عارف من الابره خرم الابره صلاح، وسبحان الله الكره جت لصلاح، الكره دي انه صلاح لعبها من خرم ابره اتنين واقفين قدامه من وسطيهم الاتنين وتروح للنني في المكان الصح، والنني بكل قوته وعزمته في الزاويه الشمال البعيده ولا جون ولا اتنين ولا اربعه، يعني لو كان مين حارس مره مش هيجيبها. وايه وشريف طلع، يعني ايه شريف؟ طبعا هو كان ظهره للمرمى، لقى النني مكانه الحمد لله سابها للنني عشان لو شريف مسك الكره ما كانتش هتيجي، فالنني كان وشه للجون وشاطها، ودي كره النني في المكان ده من اقصى اليمين حطها في الشمال، النني بيجيبها كتير في الارسنال في المنطقه دي او ورا شويه كمان من قبل ال 18، وكان دي فتحه خير 2-1 قبل نهايه الماتش الشوط الاولاني، لو كان خلص الشوط الاولاني 2-0 كان عندنا مشكله. وربنا كرمنا باكرم توفيق، اكرم امبارح لعب مدافع ولعب مهاجم الاثنين، اكرم توفيق كان ليه ضربه جزاء، بالمناسبه احنا ما عندناش حظ مع حكام افريقيا، اسف يعني حكام افريقيا، وعلى فكره مدرب الجزائر امبارح بيهاجمهم، ده احنا لينا امبارح ضربه جزاء ضربه حقيقيه ما ادهالناش، وعداله السماء لاكرم توفيق يعني انتصار عظيم، يشوط كره ايه ولا احلى من كده، اللي هو اكرم حط كل خبرته مع النادي الاهلي ومع المنتخب ويشوط الكره يجي جون التعادل ما شاء الله، وربنا يكرمنا ب2-2 وبعد كده اي حاجه بقى. انا بس كنت خايف اخر 5 دقايق ترعبت، وقفت اخر 5 دقايق وقفت على رجليا، ما هو جون جه فيك ضيع الحسابات والجابون خلاص، ماتش اللي جاي ما تضمنوش يوم الثلاث الساعة الماتش اللي جاي، فطبعا وضع صعب جدا صعب جدا الماتش اللي جاي. ليه بقول كده حضراتكم؟ الجابون لو كان ما كناش امبارح اتعادلنا كان الماتش الاخير بقى انت بقى حظك بقى هنعمل زي فاكرين ماتش الكونغو اللي صعدنا بيه، كان هيبقى ماتش الجابون كده، لكن ربنا كرمنا بالتعادل الحمد لله وخلصنا والحمد لله، ورجعوا اللعيبه الحمد لله على سلامتهم، الحمد لله على سلامتكم. درجه حراره طبعا المدرب طلع قال لك رطوبه، هعمل ايه رطوبه ودرجه حراره هعمل ايه؟ اللعيبه مش عارفه تاخد نفسها يا كابتن، اتكلم على لعيبه مصر، اتكلم على واحد من احسن لعيبه العالم النهارده محمد صلاح، عنني طبعا صلاح هيعمل ايه لوحده يعني؟ ما كانش بيروح له كور كتير، ان هم كان كله بيقفل. فماتشنا هيكون يوم الثلاث الساعه 3 ان شاء الله باذن الله. الحمد لله على سلامه كابتن وائل جمعه مدير المنتخب. كابتن وائل امبارح ما حضرش الماتش لانه كان في شك، رجع كابتن وائل عمل مسحه النهارده من شويه لسه عارفين حالا انه اقرر كابتن وائل جمعه انه يحجز نفسه في البيت يعمل عزل منزلي، هكذا ابلغنا كابتن وائل جمعه قبل دقائق. الحمد لله على سلامتك يا نجم، الحمد لله على سلامتك بجد والف مليون سلامه، قرر انه يعمل عزل منزلي بناء على ما ذكره لنا قبل قليل كابتن وائل جمعه، جالنا يعني قال لنا او رساله منه ان احنا وقال ما فيش اي مشكله تقولوها وتعلنوها، فبنقول له مره تانية الحمد لله على السلامه كابتن وائل جمعه مدير منتخبنا الوطني لكره القدم، قرر انه يقوم بالعزل المنزلي بعد المسحه اللي عملها عقب وصول المنتخب النهارده. المنتخب زي ما بقول لحضراتكم عندنا مباراه الجابون تحصيل حاصل، ولكن اهم ان احنا نفوز
بهذه المباراة، هتكون على أرضنا الساعة 3 عصرا. و يا جماعة المنتخبات بتلعب كرة غيرنا، المنتخبات بتلعب غيرنا خالص. البرازيل كولومبيا ماتش من أول ثانية لآخر ثانية، كرة ما بتوقفش. أرجنتين أوروغواي النهاردة فجر يعني كان الساعة 1 صباحا، خلص الأرجنتين 1-0 في أول 4 دقايق. دي ماريا حط كورة ما بتحصلش كتير، ما بتحصلش. أوروغواي كان لازم يفوزوا لأن أوروغواي وضعها صعب. وأنا ما بحبش سواريز، سواريز من اللعيبة أنا ما بحبهمش، بيلعب خشن. مهم، فدي منتخبات بتلعب كورة. أشوف ألمانيا بتلعب بالستة والسبعة والتسعة، انجلترا 6 و4 و5 و8، حاجات كده زي ما انت بتقول كده كده. اهو هاري كين امبارح سجل 3 اهداف، تختار انهي احلى وانهي يعني مش عايز اقول لك فين ده. لا 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 لا، حاجه تانية خالص خالص. ربنا معانا وربنا يكرمنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، وربنا يكرمنا ان شاء الله ان شاء الله. احنا رجالتنا نثق فيهم، نثق في كل واحد فيهم وقت الجد. يعني لو كان امبارح ماتش هو ده كانوا هتلاقوا منتخب وقت الجد، احنا نحب نلعب ايه اخر ثانيه، اللي هو لازم اخلي الجمهور ده قاعد مستني ايه كده. ما بحبش يريحنا مبكرا. وهنروح ان شاء الله باذن الله نلعب كاس العالم باذن الله في قطر باذن الله السنه الجايه باذن الله تعالى زي الايام دي ان شاء الله، نروح نلعب ان شاء الله، يكون منتخب مشرف باذن الله. ان احنا عندنا نجوم، كلهم نجوم، اي حد فيهم نجم صراحه. بس امبارح ما عجبنيش عبد الله السعيد، كبر عبد الله كبر. عبد الله امبارح كره مقطوعه او مش قادر يجري، كابتن عبد الله يعني بحبه يعني وبحترمه بس ما عجبنيش امبارح، وما عجبش حد على فكره. يعني مش ده عبد الله السعيد، مش ده عبد الله اللي كان من 3 ما هو يعني السن. يعني داني الفيش لاعب البرازيل رجع برشلونه تاني، ده مشي بقاله 5 سنين. تشافي لما مسك مدرب برشلونه، ما هو منتخب برشلونه منتخب، مدرب برشلونه رجع داني الفيش، رجعه بعد 5 سنوات. ده كان هنا عندنا في زياره لمصر من سنه تقريبا ولا حاجه، وبطل كوره ورجعه يلعب، وعملوا له عقد امبارح وشرط جزائي عشان ما حدش ياخده من برشلونه. بس تشوف لياقته وهو بيتدرب، شوف لياقته وهو بيتدرب، وهو بنطق الكوره وهو بيجري بقاله 5 سنين وخس. يعني هيجري قد اللي كان بيعمله 38 سنة. ايه يا جماعة؟ فكان نفسي اشوف عبد الله امبارح، عبد الله اللي احنا عايزينه، انه عبد الله لعيب، ما تقدرش تقول لا عبد الله سعيد لعيب. ولكن امبارح لا، مش عبد الله السعيد اللي هو بيمسك الكرة ويرقص ويدي الكرة لصلاح ولا يديها مش عارف لمصطفى، ومصطفى محمد امبارح ما كانش في حالته ايضا، ولا يديها لمصطفى محمد ولا يديها لمحمد شريف. لا، عبد الله امبارح ما عملش ولا حاجه من دي خالص، ولا امبارح مسك كوره، يعني يمسك مش قادر يجري حتى في النص. عشان كده امبارح كان النص بتاعنا ضايع. اما غيرت الشوط الثاني مسكت بقى النص، بقى معاك كوره، بقيت لعبت وريت لعبك بقى. فغلط امبارح كيروش، مع احترامي ليه وتقديري ليه ومحبتي لعبد الله، ما كانش يلعب بعبد الله امبارح ابدا. والماتش الجاي ما يبداش بعبد الله، ما يبدأش بيه. فيعني واخد قفشة يعني عشان يركب الطيارة. الله العظيم مش معقول، عندك قفشة بره يا راجل، يا راجل عندك قفشة. وبعدين عندك مصطفى فتحي، ليه ما نزلش مصطفى فتحي امبارح؟ طب والله لو نزل مصطفى فتحي لكان قلب الماتش، وانا بحلف بالله. مصطفى لعيب، يعني 2 امبارح اللي انا كان نفسي اشوفه مصطفى فتحي وقفشه.
احترام للكل طبعا، كلهم حبايبنا يعني، كلهم حبايبنا، ولكن هنشوف ان شاء الله يوم الثلاثاء ان شاء الله ربنا يوفقهم باذن الله تعالى نفوز جابون، ونشوف الماتش هنقابل مين، مارس هنعرف الحكايه ان شاء الله، وربنا يكرمنا ونصعد باذن الله تعالى ال100 مليون مستنين الرجاله، وكلهم رجاله، كلهم رجاله، تحياتنا لهم جميعا، كله كله كله، مدربين ومدير فني ومدير كله كله، كابتن كله كله، شاوي وضياء كله كله، لهم كل التحيه والاحترام. قبل ما اطلع فاصل، يوم الاربعاء اطلقنا بروتوكول مع الاورمان، وانا هنا بقول لجمهورنا العظيم في كل حتة، أي حد عايز عملية في عينيه، أي حد تاني بقول أي حد عايز أي عملية في عينيه يبعت لنا لو سمحتوا، الأورمان هيتواصلوا بحضرتك بحضراتكم ويعملوا لكم العمليات بالمجان أيا كانت، يا رب حتى توصل 20,000 جنيه، هتتعمل العمليات بالمجان. بناشد كل مشاهدينا، تم تفعيل البروتوكول ده فور، بروتوكول قدام حضراتكم فورا مع جمعية الأورمان، الأورمان، وكان معانا يوم الأربعاء أو يوم الثلاث اللي هو مندوح شعبان، وعلى طول تاني يوم تم تفعيل البروتوكول فورا، وعدد كبير من أهالينا في محافظة الجيزة اللي راحوا أجروا عمليات جراحية زي ما حضراتكم شايفين، بالمناسبة في أشهر المراكز الطبية للعيون، الأورمان ما بتعملش في أي حاجة، بتعمل في أحسن مراكز وأنظف مراكز وعند أحسن دكاترة، عملياتها كده كلها، أدي قدام حضراتكم أهالينا 1,000,000,000 سلامة، ولكن ده واجبنا إن احنا نقدمه لأهالينا ومشاهدينا في كل حتة، مع الأورمان اللي أنا بشكرهم على دورهم الكبير وعلى تعاونهم معانا وعلى المصداقية كمان، لما بنقرر حاجة مع بعض بنعملها زي ما بيقول الكتاب، عملنا مع الأورمان، وزي ما بيقول أهو على طول تاني يوم ناس جات بعتوا اتوبيسات عربيات تروح تجيبهم وتوديهم المركز الطبي يتعالجوا زي ما حضراتكم شايفين، احد مراكز كبيره في الدقي عيون، اي وانا بقول اهو مشاهدينا في اي مكان، اي عمليه حضرتك عايزها في العيون ابعت لنا لو سمحت، والأورمان بتاخد التليفونات هتتواصل معاكم وترتب لحضراتكم اجراء العمليات في الاماكن المحدده. بعد كده هيكون الخطوه التاليه، احنا اللي هنبقى موجودين معاكم مع الأورمان في مكانكم، احنا اللي جايين لكم، احنا اللي رايحين القرى، احنا رايحين النجوع مع الأورمان، احنا اللي رايحين الاماكن كلها مع الأورمان، نروح لكم لحد مكانكم، هنرتب مع الأورمان من خلال ايضا رسائلكم، يعني احنا هنستنى رسائل حضراتكم تبعتوها لنا عشان نقدر نرتب معاهم، هنروح القرية الفلانية امتى، ونقول لحضراتكم جايين لكم بكرة او اليوم الفلاني، قبلها كده بكم يوم نعلن التحرك بالتنسيق مع الأورمان بحيث يعمل لقرية بالكامل. تاني بقول قرية ناجعة كفر اي حتة تبقى محتاجة اجراء عمليات عيون، ده استمرار ايضا للدور المجتمعي اللي بنأديه بالمشاركة مع جمعية الأورمان، واللي انا بحييهم تاني زي ما بقول كده شكرا، والف شكر لكل للمستشفى، كل القائمين على هذه المستشفى، كل الأطباء وأطقم التمريض، كل الناس اللي شاركوا، كل الناس اللي هم واقفين مع أهالينا كمان إجراء الجراحات والاستقبال الطيب ليهم والمساعدة ليهم لحد ما يخلصوا ويمشوا، شكرا ليهم. نطلع فاصل ونشوف هذا التقرير، وبعد الفاصل ضيوفي الكرام نتكلم على منهج رابعة. حضرتكم متخيلين؟ حضرتك متخيل منهج رابعة؟ في رسائل كتيرة جاية، مدرس لغة انجليزية بعت رسالة هقولها قبل ما نطلع فاصل عشان اوريكم حجم المشكلة، حجم المشكلة. مدرس لغة انجليزية عمل ايه؟ قال انا عملت امتحان لأربعين تلميذ وتلميذة، كم واحد اوعى تتصدم، اوعى تتصدم، لانه هتكون صدمة للي عملوا المنهج وحتى يمكن السيد الوزير دكتور طارق شوقي. قال لك 2 من 40 خدوا درجة نهائية، 2، وباقي 40 أقل من 20 من 30. قال لك نتيجة سوف تكون صادمة حتى للسيد الوزير.
ده مدرس لغة إنجليزية، مستقبل الأولاد، مستقبل الأولاد، منهج، منهج، أيوة هو ده المنهج. آدي منهج الرسائل كلها جاية بتتكلم على دول، دول ومنهم مدرسين وأولياء أمور والناس. لازم نعرف يا جماعة، لازم نعرف الحكاية إيه، لازم نعرف، لازم نعرف. يعني معرفش الموضوع، طبعا زي ما بقول لحضراتكم موضوع صعب جدا جدا على لازم يتشاف حل. ايوه حل، ايوه مفيش طالب يا جماعة اتكلم 8 9 10 سنين بالكتير. ايه ده 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 ايه ده، ده اللي هيمتحنوه، ده اللي هيمتحنوه وبعدين ده يتركن ونديهم كتاب جديد، وده يمتحنوه ويتركن وديهم كتاب غيره ان شاء الله باذن الله عشان اخر السنه. ضيوفي الكرام دكتوره محبات، محبات ابو عميره استاذ المناهج والعلوم التربويه بجامعه عين شمس، جايز دكتوره محبات تشوف لنا جايز المنهج ده يكون منهج عبقري والناس اللي مش عارفه جايز استاذه مناهج فتقول لنا المنهج ده اخباره ايه. ده حد بعت لي بيقول لي ده منهج طب، قال ده مش لا قال لا يمكن. سيده فاطمه محمد والده مدرسه ووالده احد تلامذتنا اولادنا يعني بالصف الرابع، استاذه شيماء علي ادمن جروب نبني مصر بالتعليم تقرير الاورمان بروتوكول معانا، ثم فاصل وضيوفي الكرام. بعد التحية كان في مداخلة بين اللواء ممدوح شعبان مدير جمعية الأرمان والأستاذ أحمد موسى برنامج على مسؤوليتي لإطلاق تلك المبادرة، والنهاردة الصبح تم إطلاق تفعيل تلك المبادرة ونحن نشاهد العشرات من مرضى العيون اللي جايين يكشفوا حتى وإجراء العمليات بدأ بالفعل. احكي لنا إيه اللي تم بعد انتهاء المداخلة امبارح وإيه اللي بيتم النهاردة؟ اتفضل. النهاردة الحمد لله جبنا حالات من قرى الجيزة ان شاء الله علشان نكشف عليهم، وهم بالاصل بيعانوا من ضعف في الابصار، هنكشف عليهم ان شاء الله. اللي محتاج ان هو يعمل عمليه بنعمله العمليه بدون اي تكلفه نهائي، جمعيه الامراء الاورمان تتحمل التكلفه. اللي محتاج نظاره بنعمله نظاره، واللي محتاج علاج بتعمله علاج، ودي واد بناء على البروتوكول الموقع بيننا وبين الاستاذ احمد موسى، وان شاء الله نحاول نستهدف فئات اكثر ونقدم مزيد من النجاح والتوفيق ان شاء الله لكافه الحالات. ودي بناء على تفعيل مبادره الرئاسه اللي هي نور حياه وتقديم خدمه افضل وخدمه صحيه افضل للمواطنين ان شاء الله. يعني اي حد من الساده المشاهدين اللي شايفيننا دلوقتي لو عنده اي مشكله في العيون يقدر يتواصل مع البرنامج على مسؤوليتي والتنسيق مع جمعيه الاورمان ويبدا العلاج خلال ساعات ان شاء الله، ولو محتاج عمليه جمعيه الاورمان بتتحمل ده. دائما احنا بناء على البروتوكول المتوقع احنا نستهدف الحالات الغير قادره، بناء عليه بنكمل اجراءاتنا الطبيه. احنا البروتوكول المتعاون بين الجمعيه وبين برنامج على مسؤوليتي مع الاستاذ احمد موسى بيستهدف عمليات الميه البيضاء، الميه الزرقاء، عمليات الحول، عمليات الظفره. اي مريض ان شاء الله محتاج العمليه او محتاج اي تدخل طبي غير قادر ماديا بفضل الله عز وجل سنه يتكفل بعمل العمليه واي شيء طبي بدون ما نكلف المريض اي تكلفه نهائيا. لما جيت كشفوا عليك وقال لك انت محتاج عمليه؟ طبعا البروتوكول بتاع الدكتور احمد موسى. سلام عليك، خليك الخدمه هنا كانت عامله ايه يا حاج؟ قول لي. الحمد لله، الحمد لله، كله حلو الحمد لله. قول لي انت جاي انت بتكشف ولا انت في حد معك؟ انا جاي مع المدام. المدام عندها اي مشكله في ايه؟ فصل في الشبكيه وعندها ميه بيضة على عينيها. فصل في الشبكيه وميه بيضة. تمام. الاورمان هي اللي جابتكم من البلد لحد هنا ولا؟ الاورمان هي اللي قامت بال يعني قامت بالمواصلات وكل حاجه. ونشكر الاستاذ احمد موسى ونشكر كل فعل خير يقوم معانا باي حاجه للناس الغلابه اللي زي حالتنا. من هنا من غرفه الفحص بتبدا اولى مراحل فحص المرضى بناء على المبادره والبروتوكول الموقع بين جمعيه الاورمان وبرنامج على مسؤوليتي. من هنا البدايه
دكتور استاذن حضرتك هناخد من حضرتك ثواني بعد التحيه طبعا ربنا يخليك. هنا بيبدا استقبال الحالات، قول لي ايه اللي بيتم؟ بيتم اول حاجه تحضير الحاله طبعا، لازم يتم الفحص الشامل بالنسبه لها. اول حاجه لازم نعرف النظر بتاعها اولا من قبل العمليه بيبقى ايه، لو ليها فرصه للعمليه بنشوف نسبه درجه الميه البيضاء عندها ايه، نسبه الخزانه الاماميه ظروفها ايه، نعرف اذا كان مشكله الشبكه في اي مشكله عندها في الشبكيه او في العصب. لازم نعرف الامراض المزمنه عندها سواء سكر او ضغط لان ده بيأثر برضو عامل في الشبكيه والعصب معانا. بعد كده لازم يتعمل تقييم شامل للعين، بعد كده بنعرف مقاس العين من مقاس عدسه، بنعمل سونار لازم يبقى فيه موجود عشان نعرف برضو حاله العين ايه، نعرف الدنيا الشامله عاملاها ايه بس. وبعد كده بنعمل لها نظاره لو محتاجه، لو في نسبه الميه البيضاء تقيله محتاجه عمليه بتتجهز وتدخل العمليات. دلوقتي تقرر الحاجة زينب ان هي هتجري عملية المية البيضاء في عينيها الشمال، دلوقتي تم اتخاذ الاجراءات الصحية قياس الضغط والسكر والسؤال اذا كان عندها اي امراض مزمنة، وان شاء الله هي دلوقتي هتخش على غرفة العمليات لاجراء عملية المياه البيضاء في عينها الشمال، ان شاء الله تخرج لنا بالف سلامة. يسترها عليك يا رب ويسترها على الدكتور اللي يعمل العملية الاستاذ محمد مكاوي يا رب. من الحمد لله فحصاتك كويسة وقال بس هي عملية بسيطة كده المية البيضاء في عينك الشمال والعملية تاخد تلت ساعة مش أكتر من كده. يا رب يسترها عليكم في الدنيا وفي الآخرة يا رب، يسترها على أي جمع ما خلق مسلمين يا رب أمة محمد أجمعين. كانت تعباك يا نيكي، كنت بتحسي فيها بتعمل لك مشاكل؟ كنت بصدع وما بنامش الليل والله ما بشوفش برضه قوي، بتبقى مغبشة ما بشوفش ولادي وما جايين عليها من بعيد لما يقرب علي. دلوقتي الحاجة زينب خرجت من غرفة العمليات، الحمد لله على السلامة. سلمك الحمد لله، عملت العملية والحمد لله، ربنا يخلي الأستاذ محمد مكاوي اللي عمل لي العملية ويبارك في صحته وفي كل اللي موجودين. النهاردة تم طبعا الكشف على العشرات من الحالات وتقرر إجراء 20 عملية جراحية ل 20 حالة، كانت أولهم الحاجة زينب. معنا دلوقتي الدكتور محمد مكاوي اللي أجرى لها العملية. دكتور محمد بعد التحية طمنا على حالة الحاجة زينب دلوقتي وإيه نوع العملية بالظبط اللي اتعملت لها؟ الحمد لله العملية تمت بخير، احنا عملنا لها عملية إزالة مية بيضة مع زرع عدسة والعملية مشي كويس أوي الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. هو طبعا العمليات بتجرى في اطار مبادره جمعيه الاورمان مع برنامج على مسؤوليتي، وشايفين بسم الله ما شاء الله العشرات من الحالات. نحب نطمن على الخدمه الصحيه المقدمه هنا في المركز لهؤلاء اللي داخلين ضمن المبادره. يعني خلينا نركز على العيان، احنا يعني نخلي محور كلامنا على العيان نفسه. اول لما بيخش على العيان بنطمن عليك عيان، قبل ما نطمن عليك عين نطمن على الصحه العامه بتاعته، العمليات الحيويه بتاعته، نطمن على الضغط والسكر وكل الوظائف الحيويه بتاعته. لما بنطمن عليه نلاقي الامور كويسه بنبدا نفحص العين نفسها، نفحص العين عن طريق الكشف المبدئي وبعد كده كشف فحص قاع العين، وبعد كده بنقرر ايه اللي هيتعمل له وعلى حسب نوع العمليه بنعمل الفحوصات بتاعتها. صدق او لا تصدق، نتكلم على منهج رابعه ابتدائي، محدش يفهم الموضوع غلط، رابعه ابتدائي بقى عندهم مشكله في المنهج اللي قدام حضراتكم. دول مادتين من اكتر مواد اللي عليها ازمه بين الاسر والولاد تلاميذ اللي هم اطفال يعني عشان نكبرهم. هنناقش هذا الموضوع، هنفتح هذا الملف، اي حد له راي اخر مؤيد او معارض المناهج دي عظيمه ما حصلتش، المناهج دي مش عارف ايه، ما عندناش اي مشكله على الاطلاق. هنفتح تليفونات بعد شويه وهناخد اراء حضراتكم. برحب بضيوفي الكرام، دكتوره محبات ابو اميره تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا، مساء الخير. سيده فاطمه محمد تحياتي لحضرتك. اهلا بحضرتك. استاذه شيماء علي تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا زي حضرتك. خلينا نروح الاول مع حضراتكم، نروح اسكندريه نشوف مدرسه، نشوف الولاد الصغيرين، نشوف اسرهم قالوا ايه، وبعدين نرجع لحضراتكم. صعب جدا طبعا، انت دلوقتي جايب اطفال بقالهم سنتين قاعدين في البيت، يعني اللي بيعرف يكتب اسمه ده حلو قوي، تيجي تديهم منهج بتاع ثانويه عامه وعايز الاطفال تستوعب الكلام ده ازاي؟ يعني ده طفل ده لسه بيتعلم، يعني بيعرف مناهج صعبه جدا. انا حضرتك خريج معهد فني صناعي ثانويه عامه وخريج معهد فني صناعي،
ساعات بقابل حاجات اساسا ما بعرفش اتعامل معاها، انا كراجل كبير ما بعرفش اتعامل، فازاي ده طفل هيتعامل مع المناهج دي؟ مناهج صعبه مش مناسبه لعقليه الطفل. احنا مش راضيين تماما اللي بيحصل، وانا مام الطفل من ضمن سنه رابعه بيبكي كل يوم، بيعيط، نفسيته تعبانه، مش عايز يروح ابدا المدرسه، وزي غير ذلك المنهج صعب جدا على طفل يستوعب ده. احنا بنقوله في تطوير، تطوير دوت بيبقى من كيجي، بيبقى من اول الدراسه مش من سنه رابعه، منهج صعب جدا. يا فندم المناهج الجديده اللي هم طالعين بيها سيستم جديد؟ تماما يا فندم، هي دي حضرتك، بس كل حاجه من الطفل مش مستوعبها، تقيله جدا 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 عليه، ما ينفعش. حضرتك احنا عايزين اي حل للموضع اللي احنا فيه. سنه رابعه. قولي رايك في المنهج ايه؟ وحش قوي وكمان صعب، وكل يوم ببكي منه ومش بعرف احله. المنهج صعب قوي على فكره، انا بقعد معاه ما بفهمش حاجه لا انا ولا مامتها، يعني وهي مش فاهمه حاجه. وطبعا السنه اللي فاتت كان في كورونا، واولى وثانيه طبعا عدوها، بياخدوا مليارات في الرياضه، مليارات وملايين. طب بنت زي دي تحل ازاي؟ العلوم نفس القصة، مفيش مادة سهلة، ده غير كده مدخلها خمس مواد، أقل درس ب 100 جنيه الأربع حصص، إحنا هناكله وندخلهم دروس، مش هتفرق الفلوس بس يفهموا وينجحوا. الرياضة صعبة وكل المواد صعبة. ما بعرفش أحل حاجة، ما بعرفش أعمل أي حاجة. أنا عندي توأم الاثنين في رابعة، الاثنين في رابعة. المنهج كله يعني الانجليزي مدخل فيه حساب، مدخل فيه كل حاجه، فانا العيال مش مستوعبين الكلام ده لا في الانجليزي، وكتاب العلوم كله اسئله ومش مفسر اصلا اللي هو الشرح. الكتب بتاعه المناهج الثانيه كانت بتشرح، كانت مشروحه، انما الكتب بتاع اللي هو منزلها الجديده دي ما فيهاش اي شرح ان انا اوصلها للعيال. يعني انا واحده ما بقدرش ادي دروس دلوقتي، اعمل ايه في اتنين مره واحده في مناهج انا مش فاهمه اوصل لهم المعلومات بتاعتها؟ اعمل ايه يعني على المنهج اللي هو منزله؟ المدرس في المدرسه مؤهل اللي بيشرح لهم المنهج بيشرح لهم بشكل كويس، ولا المدرس نفسه عنده مشكله؟ ما المدرس برضه غصب عنه، حاجه جديده عليه مش هيقدر يوصل المعلومه كويس للعيل، لان منهج جديد عليه ومنهج مش مفسر. فانت ليه يعني المنهج اللي نزلته على العيال دوت؟ المنهج صعبه علينا، في المناهج كلها 13 ماده علينا، وانا بندرسوه ورا علوم، بس في العلوم اسئله كتيره والحساب فيه اسئله كتيره، ما نفهمش منه حاجه الصراحه. صعب. اكتر حاجه صعبه عليك في المنهج؟ الحساب والانجليزي. هو صعب شويه بس ان شاء الله هنحاول وهننجح. احنا بالنسبه لنا دلوقتي بنت في سنه رابعه مش عارفه حاجه، ولا انا عارف افهمها اي حاجه، والمدرسين دلوقتي بيبعتوا لي ارقام تليفوناتهم عايزين يدوهم دروس. طب نعمل ايه؟ انا دلوقتي مش مقدرتنا يا فندم ان احنا ندوهم دروس، والبنت بتقول لي احنا المدرس بيشرح لنا مش عارف يفهمنا احنا بنعمل ايه. حتى طبعا مش عارفين نذاكر اصلا لعيالنا، حتى الدروس، حتى المدارس اصلا يعني الوقت ضيق اصلا، ما فيش متسع من الوقت ان هو ان الطالب يفهم اي حاجه في قلب الدراسه. دلوقتي المدرس بيكتب على السبوره ويمسح السبوره وهو ما بيفهمش اي حاجه. احنا عن نفسنا كاولياء امور بنيجي نذاكر لهم، ما احناش عارفين نذاكر لهم. المنهج صعب عليا، مش عارف اعمل ايه. طب لان كل المواد بيدونا حاجات احنا لسه ما خدناش ولا هنستوعبها ولا هنعرف نستوعبها. لما حاجه صعبه يعني انا بحاول اصلا، المدرسه هي نفسها مش عارفه تسهلها لي. منهج صعب جدا جدا، دروسه طويله قوي قوي قوي، مش قادرين نفهمها احنا كاولياء امور عشان نوصلها لاولادنا. وبعدين في حاجه، هم كده اجبرونا ان احنا ناخد دروس في كل المواد. منهج صعب جدا، ولما بنعرفش اصلا اعضاء الجسم احنا اول مره نعرفها، حتى الرياضه وحتى العربي، المنهج كله صعب. انا باجي كل يوم لماما اقول لها يا ماما انا مش عارفه الكلام ده. مهما تتكلم ولا هتقدر تعبر زي الاسر، يعني الاب الام هو اللي عايش مع الولاد. يعني احنا طبعا خلاص ولادنا كبار، لكن لو حد عنده هيبقى عارف المعاناة، ايه المشكلة، في مشكلة ولا مفيش مشكلة. ممكن تحكي لنا تجربة حضرتك مع المناهج الجديدة، بالنسبة لكم طفرة كويسة ولا كابوس؟ انا يعني مقسومة جزئين، جزء طبعاً. كمعلمة وجزء كأم. انا كمعلمة منبهرة بالمناهج الجديدة. انا اتمرنت، انا مدرسة لغة عربية، كويس، اتمرنت على المنهج الجديد، كويس، وشايفة انه متكامل. انا درست قبل كده ثلاث مناهج قبل ده، انا بقالي 14 سنة بدرس، كويس.
المنهج فعلا مميز ومتكامل. حل. وفي فكرة على فكرة ويساوي. ومختلف تماما عن اللي قبل كده. واللي بناخده في الانجليش بنرجع نقوله في اكتشف او اللي هو الديسكفر بنرجع نقوله في العلوم والدراسات. يعني اول وحدة في العلوم بتاعت التكيف والحرباء والدب القطبي احنا كنا واخدينها في عربي ثانية ابتدائي. نعم نفس الكلام. نعم واخدينه. فانا كمدرسة شايفة ان المنهج حلو قوي. حلو قوي عشان انا اتدربت. دربتي على الجزء بتاع العربي. فانا عارفه كويس قوي المعلومه بتوصل ازاي ومخرجات التعلم اللي هو عايزها ايه. طيب ايه المشكله؟ المشكله بقى في المواد التانيه. انا مشكلتي دلوقتي في المواد التانيه كوليه امر. انا عندي طفلين ثالثه ورابعه ابتدائي. كويس. اللي في رابعه اخباره ايه؟ مزنوقين جدا. الامتحان ضغطنا. ده بسبب ان احنا ما دخلناش من اول السنه. احنا لما نزلت المناهج الجديده من 4 سنين دخلنا في اول 9. وقعدنا 24 يناير خدنا 5 شهور. خلصنا المناهج وما كناش مضغوطين، بالعكس كنا بنعمل انشطه. اللي ضغطهم ايه؟ ان دخلنا متاخرين. المنهج طويل شويه. وخصوصا في رابعه يمكن. قبل كده لا احنا كنا ماشيين، يعني حتى كان في الماث عندنا في تانية ابتدائي اول 10 دروس هو المفروض الترم 60 درس. اول 10 بيتكلموا عن موضوع واحد اللي هي النقود او العمله المصريه. فماشي كده خطوه خطوه بالتدرج. طلعنا رابعه لا الموضوع وسع شويه. فانا كولي امر أكتر؟ كتير وافكار كتير. استراتيجيات كتير قوي في الماث عايز الطفل يعرفها. انا مبسوطه ان ابني راجع في مره بيقول لي 4 و8 كام. فقلت له الـ8 في مخنا والـ4. قال لي لا المدرس قال لنا استراتيجيه جديده. ان احنا ناخد من الـ4 2 نكمل الـ10 ونقفلها. واتبقى 2 هناك يبقى 12. فدي انا ككبيره عارفه حاجه زي كده، لكن ما كنتش متخيله ان هو صغير او في السن ده هيعرف يقول لي. كان في ثانيه ابتدائي. انه في السن ده يعرف يجيب الاستراتيجيه زي كده. لكن انا بقى دلوقتي مطلوب مني منهج العلوم الكتاب فوق ال 300 صفحه. منهج الرياضيات الكتاب فوق ال 300 صفحه. وزيه بقى في الدراسات وفي في الانجليش، لان انا ابني لغات 345 الرياضيات فبياخد كونكت وكونكت بلس. الكونكت بلس بشعه. حاجات العلوم بقى وبجمل انه يعبر عن الجمل دي وانه يكتب وانه يقول حوار كامل ويقول وظائف الجسم بتعمل ايه. انا عارفه ان ده كان موجود في منهج الساينس بتاع رابعه ابتدائي القديم. بس ما كانش كل ده في الترم الاول. كل ده كتير علينا في الترم الاول. فانا عايزه زي ما انا كفاطمه المدرسه اتمرنت على المنهج، انا عايزه اولياء الامور زي ما انا واحده منهم اتمرن على المنهج الجديد ده. بتشرحها للولاد وتك يعني. انا الحمد لله بشتغل في مدرسه والحمد لله عامله شغل حلو مع الولاد ونتيجتي حلوه مع الولاد. بس مع ابني بقى لا، انا بجيب اليوتيوب واسمع شرح المدرسين. للاسف بلاقي الناس بتشرح بنفس الطريقه القديمه. لسه هات كلمه ومعنى وعكس. ما اعرفش ما تدربوش ولا هم على نظامهم القديم. الناس برضو مش كل الناس بتقبل التغيير بسرعه. انا محتاجه حد من اللي حط المناهج دي يطلع ويمسك الكتاب ويقول لي ايه مخرجات التعلم اللي انت عايز ابني يطلع بيها. والدرس ده يتشرح ازاي. يعني انا في العربي اقدر اقول لهم الدرس بيتشرح ازاي. بنبدا بالتدريبات على فكره، ما بنبداش بقرايه الدرس ولا القراءه. ليه؟ لان الدرس فيه انشطه تمهيد قبل الدرس ما يبدا. طيب دكتوره، ليه بقى في بعبع لو الاستاذه فاطمه بتتكلم على انه هي اتدربت وبالتالي قدرت تشرح، قدرت تفهم، تحاول تشرح لاولادها، ولكن في ناس ثانيه زي ما حضرتك سمعت في التقرير او غيره كل حتى الرسائل اللي بتيجي مختلفه تماما. مساء الخير. اولا سعيده مع حضرتك. اولا تطوير التعليم يعني كتربويه الزامي، لان لازم مصر تبقى في مقدمه الدول. ما تبقاش في المؤخره. فدي مسلمه يعني في البدايه. ولكن المشاكل اللي حصلت في سنه رابعه ليه؟ لان حضرتك عندك طبعا انا سمعت ان في التقرير ان تقريبا مفيش تطوير. لا، هو تطوير حصل من كي جي واولى وثانيه وثالثه. لكن خلال الـ3 سنوات اللي فاتت الطفل ما امتحنش. فالمشكله اللي ظهرت ان الامتحانات بدات في ايه؟
في سنه رابعه. بدا بتصريح من الوزاره ان هيكون في امتحان بعد شهر من الدراسه، وبعدين امتحان تاني في شهر تاني، وبعدين امتحان فاينل، يبقى هياخد ثلاث امتحانات. انا من وجهه نظري شايفه ان الامتحانات لود او عبء على الطالب في هذه المرحله العمريه. فاذا احنا نحل اللي هو ثلاث امتحانات، ثلاث امتحانات. فانا شايفه الحقيقه احنا القضيه مش قضيه امتحانات، احنا عايزين نعلم الاولاد، وخاصه ان في مناهج يحمد بيه زي منهج احترام الاخر والقيم اللي الرئيس السيسي اوصى الحكومه المصريه بان لازم يطبق، فده منهج كويس جدا. مش هديله درجات بس لازم يدرس. الحاجه الثانيه في منهج التكنولوجيا، الحاجات دي كلها انشطه، التربيه الرياضيه، ثقافه البدن اللي قال عليها الرئيس، عايزين تربيه رياضيه في المدارس. اذا دي كلها ايجابيات، ولكن حينما اتحدث عن العلوم والرياضيات انا اطلعت بصفتي متخصصه في تدريس الرياضيات على منهج الرياضيات. ما ينفعش 354 تقريبا صفحة الطالب ياخدها في هذه المرحلة العمرية. إضافة بقى على الناحية، أنا مش هخش في التفاصيل، لكن في حاجة اسمها سيكوانس، أو في علم التربية عندنا اسمها الشجرة التعليمية. يعني إيه الشجرة التعليمية؟ يعني المفاهيم الرياضية، الموضوعات اللي في سنة رابعة لازم تبقى مبنية على ما سبقها وأيضا اللي جاي. فأنا شايفة الحقيقة أن في بعض الموضوعات في سنة رابعة في مادة مثلا على سبيل المثال الرياضيات فوق المرحلة العمرية، زي مثلا بيقول له عد بالمليارات، لا، ما انت تديله مثلا لحد المئة ألف، وخلي المليار في سنة خمسة، او خليها في سنة ستة اللي هيقدر يستوعبها بالظبط كده. النقطة بقى اللي اشارتها الأستاذة فاطمة في غاية الأهمية، هي اشارت الى، يبقى احنا قلنا المشكلة الأولانية في الامتحانات، المشكلة الثانية هي المدرس. ستك المدرس اللي في أولى وثانية وثالثة ده اسمه مدرس فصل. يعني إيه فصل؟ يعني باكج، يعني بيدرس العربي والدراسات والإنجليزي، هو واحد مدرس واحد. لكن فجأة كده بتنتقل حضرتك بقى إلى مدرس المادة. إذا هنا افتقاد عنصر التدريب، أو عنصر مهم جدا من عناصر المنهج، وهو تدريب المعلم، وكمان هو مش كواليفايد تربويا، يعني هو مش مؤهل ان هو يدرس المنهج ده. التقرير اللي سمعناه، او حتى يمكن جزء من كلام الأستاذة فاطمة، ان المدرسين نفسهم مش عارفين يشرحوا. حضرتك في مدرسين بيهربوا. انا بشرف على بعض رسائل الماجستير والدكتوراه لبعض المدرسين، لما بتكلم معاهم بيقولوا لي في بعض المصطلحات احنا مش فاهمينها. فالحقيقه طبعا طب المدرس مش فاهم، طب الطفل ده هيفهم ازاي؟ فقد الشيء لا يعطيه. عشان كده او هيقنعه ازاي او يفهمه ازاي؟ ما هو لازم نحل المشكله، نحل المشكله ان نعمل بسرعه. ما فيش حاجه اسمها سيادتك تدريب اونلاين يومين. لا طبعا، لازم التدريب، ولابد ان يشارك اساتذه كل التربية اللي هي المصنع اللي بيعد المعلم في تدريب المدرسين. فحتى كمان في نقطة تربوية مهمة جدا، لما يكون منهج زي ده، يعني أنا من وجهة نظري وده اللي بنعلمه لأولادنا اللي بيتخرجوا مدرسين في كليات التربية، هو في حاجة اسمها التجريب قبل التعميم. هو ليه سيادتك ما خدتش منهج سنة رابعة ده وعملت له تجريب على بعض المدارس في بعض المحافظات؟ بعد كده لما تنجح التجربة مثلا في نهاية السنة تعميم، في نهاية اعمل بقى سيادتك تعميم على كل محافظات مصر. وانا بتصور ناخد نموذج الاول نشوف مدى الاستيعاب ايه. تمام، وده اللي دول العالم المتقدم ماشية بيه. بيعملوا ايه بره؟ قبل ما اروح للاستاذ شيماء، سنغافورة، كوريا الجنوبية، اليابان، واعتقد ان الرئيس سافر سنغافورة واليابان، ولما رجع برضو قال للحكومة المصرية شوفي مناهج العلوم والرياضيات عندهم عاملة ازاي، وحاولوا ان انتوا تعملوا، يعني مش تقلدوهم لكن على الاقل تستفيدوا منهم. فدول العالم المتقدم بيعملوا حاجة اسمها تجريب قبل التعميم. ليه؟ لان لو سيادتك ظهرت مشكلة حاليا وهذا المنهج معمم على كل محافظات مصر، انا اتصور ليس لمصلحة الملايين من البشر اللي هم اولادنا، اللي هم مصلحة أهم حاجة، لا الولاد ولا الأسر. ولا الأسر، لا، ما هو أنت مش عايزة كمان حد يبقى متضايق. وبعدين في سيادتك نقطة مهمة جدا قالها في التقرير، يعني دلوقتي سيادتك لما المدرس ما يبقاش فاهم المنهج، طب ما حضرتك دلوقتي هو هيروح يقول له رايح للدروس الخصوصية، أنت كده بتعمل تقنين وتكريس طبعًا لثقافة الدروس الخصوصية. مظبوط، أنا أتصور إن دي نقطة في غاية الأهمية. هنرجع نكمل أستاذة شيماء، إيه اللي بيجي، إيه المشكلة؟ بص يا حضرتك يا أستاذ أحمد، إحنا محدش يقدر يذم في
محتوى المناهج. نعم. المناهج سريه جدا وقويه جدا ما عليهاش خلاف. نعم. لكن احنا بنقيس قوه المنهج المصري دايما على جميع المراحل بالكم. احنا اعتبرنا الطفل اللي هو في رابعه ابتدائي ده طفل عمالين نملى فيه نملى فيه نملى فيه في الاخر هيدلدق ومش مش هيقدر يستوعب اللي ما سبق. اما يبقى طالب لسه 9 سنين ويبقى 60 درس في الرياضيات و18 درس عربي و20 درس, الكم رهيب جدا. لقينا اولاد جالهم صعوبات تعلم ومش قادرين, مشاكل نفسيه ظهرت كبيره جدا على المرحله العمريه الصغيره دي. ولو كان استشارنا حد من العلم النفس او خبير مناهج, واكيد مش انا اللي هقول الكلام ده, كان المفروض ان المنهج ده يقسم على ترمين. ده العقل, اي حد عاقل هيمسك المناهج وكم ده يعني يقسم على ترمين. نعم. او الطالب اللي هو ربع الشهر يعتبر منتهي. ده لو هو مصمم ان تديني الكم الرهيب ده. لقينا حاجات دروس وانا لمستها وشفتها بنفسي, دروس من ثالثه اعدادي نزلت لرابع ابتدائي. هيستوعب ايه اما نلاقي الحياه المستدامه, الالفاظ والمصطلحات. نيجي المشكله الثانيه اللي هي الاكبر, ان المدرس ماشي على قديمه. اما يجي مدرس لغه عربيه, مع احترامي طبعا الاستاذة فاطمة قالت حاجات يمكن هي مدربة, في الاف غير مدربين شغالين على قديمه, شغالين اللي هو يخش الفصل واخد اللي هو اكتب الدرس مرتين ثلاثة. احنا المفروض خلاص اتطورنا وسيبنا المرحلة دي. فالطالب مش عارف يتكيف مع اللي انتوا عايزينه ولا قادر يمشي على النظام القديم. المعلم لو عارف ايه اللي مطلوب منه في الدرس ده يمكن نحل جزء من المشكله الكبيره دي. احنا عندنا دلوقتي ازمه كبيره جدا على فكره, ولي الامر خلاص دلوقتي معكوك كده لفظيا مع ابنه, بيذاكر مش ملاحق على الدروس. الام بتحاول تفهم مش ملاحقه. التسع سنين ده طاقه ومجهود ومرحله عمريه. نعم. اكبر. نعم. من طاقته اضعاف. نعم اتفضلي. فاحنا شايفين ان هي بعد الخروج دي ازمه, احنا في ازمه حقيقيه. اللي احنا ممكن نخرج والدكتور طارق يسمع لاولياء الامور وللطلبه. مين وضع المناهج مهم؟ سؤال يعني مين, وضع مين اللي وضع المناهج؟ هل المناهج يعني مستورده دكتوره؟ مش عارفه حقيقي. هل المناهج دي مصريه 100%؟ لا, هو بس احنا بنطرح السؤال ده ليه يا احمد بيه؟ لان من الذي وضع مناهج؟ انا مش هتكلم على ثلاث صفوف الاولانيه ولا هتكلم على ثانوي واعدادي. لكن انا بتكلم على, لان هي في راي عام مهم جدا. الرأي العام دلوقتي في موضوع منهج رابعة. نعم. رغم أن هناك إجابات زي ما أشرت, ولكن السؤال الذي يطرح نفسه. نعم. من الذي وضع مناهج الصف الرابع الابتدائي؟ سواء كان في العلوم أو الرياضيات. سيبك من حاجة الموضوعات اللي هي مش أساسية. ودي مهمة جدا على فكرة. كان بتكلم على الموضوعات اللي عليها شكاوي. الرياضة, الإنجليزي, العلوم بالذات. من الذي وضع, هل الذي وضع المناهج أساتذة المناهج في مصر؟ وهم كتير جدا. أنا ما أقدرش أجاوب. ما سألتيش حد, ما كلمتيش لو زملاء لحضرتك. هو أنا سألت على صفحتي بس. وبعدين هو في حد بيعمل منهج عايز يضايق الولاد ويضايق أسرهم؟ لا طبعا. هو عايز يعمل تطوير لنظام التعليم. أنا ممكن أقول إيه, هل مش ده يكون جزء من التطوير؟ هو بص, هقول لسيادتك حاجه. اولا خطه الدوله للتنميه المستدامه 2030. نعم. الجول 4 او الهدف الرابع لازم نعمل تطوير للتعليم. كويس. ولازم نخرج مواطن يصلح للقرن الحادي والعشرين. ده كلام مفهوم بس. الفكره الاساسيه ليه حضرتك بتتسالي مين اللي حط مناهج؟ انا بسال هقول لك ليه. لان المفروض في علم المناهج لابد ان يكون هناك اسس تربويه ولابد ان يكون هناك معايير دوليه وقوميه. بس انا شايفه الحقيقه حضرتك ما لقيتهاش. انا قريت الرياضه مكتوب فيها ان تم وضع المناهج في ضوء الاسس المعايير الدوليه. ليس كافيا. ما احنا لدينا معايير دوليه ولدينا معايير قوميه. نعم. طب فين المعايير القوميه؟ نعم. عشان الهويه المصريه. نعم. عشان الطالب يبقى منتمي لبلده. بس لكن في نفس الوقت انا ما عنديش اجابه, لان مش مكتوب في الكتاب زي سيادتك ما تشوف كده. مش ما فيش اسماء مؤلفين. وما اقصدش ما اقصدش الاشخاص, لكن اقصد هل مركز تطوير المناهج الذي يتبع وزاره التربيه والتعليم الذي يقوم باعداد هذه المناهج استعان باساتذه متخصصين في علم المناهج ومن كليات التربيه او بعض المدرسين الممارسين الميدانيين الذين لهم باع في التخصص. نعم. لان ده حاجات متخصصه. نعم. فدي مهمه جدا. ده سؤال اتصور زي مين يعني ممكن زي مين
مين مش أسماء؟ كأسماء يعني يعني حضرتك دلوقتي منهج الرياضيات انا اتصور لو انا بجيب حد عشان يراجع حتى المنهج ده يعني انا طلبت اول امبارح بتشكيل لجنه قوميه تراجع السيد الوزير هو اللي يعملها يعني مش هنتخطى السيد الوزير تراجع المناهج دي ونشوف ايه المشكله لكن الاجابه على سيادتك ان انا لما قريت المقدمه مش مكتوب خالص ان مثلا تم الاستعانه باساتذه علم المناهج لو انا بقول هراجع الكتاب ده او هالف الكتاب ده هجيب متخصص في ماده الرياضيات وهجيب متخصص في مناهج الرياضيات وهجيب مدرس رياضيات عشان اعمل كومباينيشن او بمعنى اخر يعني التكامل بين الثلاثه دول هم دول اللي يقدروا يعملوا هذا الكتاب دول المتخصصين. طيب استاذ شيماء كان عايز تقول حاجه وهرجع للاستاذ فاطمه عشان انا باي كلام دكتوره في الطلبه اللي هم طبعا عندنا مدارس لغات ومدارس عربي فمدارس العربي كانوا بياخدوا الحروف الارقام بالعربي فهم دخلوا لهم ده دليل ان احنا يعني المناهج جايه من بره اللي بيكتبوا الارقام باللغه الاجنبيه ويجوا يحلوها من اليمين للشمال وبالطريقه باللغه العربيه العكس ده والاسلوب ده خلى الولاد في لخبطه شديده جدا في مدارس العربي بتتكلمي على تحويل العربي للانجليزي دي ازمه كبيره جدا في الماده في ماده الرياضيات في مدارس العربي ازاي انا باخدها كالعربي وهو قالوا احنا هنرجع لا عارف يا احمد بيه يعني تقصد ايه حضرتك في سنه في اولى وثانيه وثالثه خد الرياضيات باللغه العربيه تلاتة. يعني 1 2 3 بيقرا كده مثلا 121 بيقراها 121 بالعربي باللغه العربيه بيجي في سنه رابعه يكتب ايه الارقام بالانجليزي 121 يعني 1 2 1 لا ويعملها معاملة العربي هنا في لخبطه للطفل بمعنى ايه حينما تكتب باللغه العربيه اكتب في كل المرحله الابتدائيه حينما تكتب باللغه الانجليزيه ابدا بقى حضرتك من سنه اولى يديله الارقام باللغه الانجليزيه انما هنا في تشتت الطالب بتاع رابعه ده في سنه ثالثه وثانيه واولى ما خدش الارقام باللغه الايه باللغه الانجليزيه فيها فجاه هو ده اول تطبيق ده اول مره يطبق عليهم بالظبط كده من ياخدوا الارقام بالانجليزي في رابعه وبيحلوها كانها عربي فالولاد بتاعت مدارس العربي دي ازمه كبيره جدا في بالنسبه للانجليزي ما عندهمش مشكله يعني بالنسبه للمدارس الخاصه والمدارس الدوليه والمدارس التجريبيه الحكوميه ما عندهمش مشكله لكن بالنسبه للمدارس الحكوميه ودي فيها النسبه الاكبر من الشعب المصري انا اتصور دي مهمه جدا يعني سيادتك لازم ننظر ليها برضو هل بتدي دروس؟ لا الحمد لله الحمد لله لا بيذاكروا كويس يعني لحد تالتة ابتدائي بصراحة كنت أنا بجتهد معاهم ولما بتزنق في حاجة بروح لليوتيوب نشوف شرح مدرسين ونبدأ نطبق في رابعة لا بدأنا بتذاكري لهم قد إيه وقت؟ والله بيطلعوا نية اصل انا موظفه برضو يعني انا مدرسه على ما برجع لهم البيت ونعمل الاكل وكده بنلاقي اليوم خلص فيدوب في واجب ولا في حاجه يوم الجمعه والسبت بقى نلحق نذاكر الوحده نذاكر جزء من المنهج فكتير وقت طويل طبعا طيب روحي ست النائب فريدي البياض مساء الخير على حضرتك مساء الخير استاذ احمد زي حضرتك تحياتي لحضرتك وللساده المحترمين بتتابعوا ازاي مشاكل اولياء الامور التلاميذ منهج رابعه ابتدائي وايه اللي حصل في هذا المنهج اول مره في حياتنا نتكلم انه في منهج رابعه ابتدائي ويبقى عليه بعبع للاسر والطلبه كمان ده حقيقي طبعا هو في مشكله مجتمعيه احنا يعني انا شخصيا وصلني عديد من الشكاوى اقدر اقول لك الاف من الشكاوى من هذا المنهج ومن هذه المشكله دي الموضوع بقى يعني مشكله مجتمعيه لازم تطرح للنقاش انا تابعت الحوار مع الاستاذ من اول حلقه ومتفق مع الكلام اللي قالوه يعني اولا لازم برضه اقول للنقطه الايجابيه في المنهج هو المنهج فعلا متطور المنهج انا يعني درست المناهج جبتها وبصيت فيها تقريبا معظم الكتب اللي نزلت لان في كتب لسه الاولاد ما استلموهاش لغايه دلوقتي ودي مشكله ثانيه لكن على الاقل اللي موجود بصيت في المناهج المنهج العلوم منهج الرياضيات لا فعلا المنهج متطور والمفهوم اللي الوزاره حطاه ورا المنهج
الهدف منه حلو جدا، اللي هو النقل من فكره التلقين ان الولد يحفظ المعلومه ويروح يحطها في الامتحان الى فكره الفهم. ان الولد يفهم ويكتشف ويلعب ويطلع بمفهوم وبنظريات هو اللي يستنتجها ولا يعتمد على تلقين المعلومه. الهدف حلو قوي، لكن التطبيق كارثي، التطبيق فيه مشاكل يعني كارثه فيها. المشكله انه الكميه زي ما قالوا الاستاذ ضيوف ضخمه جدا. لما الولد يفاجئ انه بيدرس 13 ماده في سنه رابعه. انا جمعت مجموع صفحات هذه المواد طلعوا 2049 صفحه في ترم. يعني كده لو قسمتهم على الترم اللي هو لو شلت منه الاجازات يبقى 60 يوم تقريبا اللي الولد هياخدهم في الترم. معنى كده انه مطالب انه كل يوم لو هيقرا بس يقرا 34 صفحه. ده والمفترض انه لا بيروح نادي ولا بيخرج ولا بيقعد مع عيلته ولا شيء، قاعد بس يذاكر بس. فما فيش شك انه الكميه مش منطقيه. انا قارنت حتى بالمدارس الدوليه. المدارس الدوليه عندها مناهج مشابهه بنفس الصعوبه او ممكن تكون ساعات اصعب، لكن عمرها ما في حد بيدي الكميه دي. كميه مش منطقيه. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه برضو عندنا مشكله في فكره دمج العلوم مع بعض. يعني الفكره دي موجوده في برضو في المناهج الاجنبيه وموجوده في بعض الدول الكثيره. انه الطالب بيدرس مثلا المدرس بيديله العلوم والرياضيات والدراسات في يعني كوكتيل مع بعض. المشكله اللي حصلت عندنا في التطبيق هنا ان الدمج ده حصل في اللغه الانجليزيه. يعني مدرس اللغه الانجليزيه المفروض ان هو بيشرح مع الانجليزي، بيشرح جزء فيه علوم وجزء فيه رياضيات وجزء فيه دراسات اجتماعيه. الطالب اللي في المدارس العربي مش مهيئ انه يدرس علوم ورياضيات باللغه الاجنبيه. يعني في امريكا وفي انجلترا فكره الدمج موجوده، بس الطالب اللي هناك بيدرسها بلغته ما بيدرسهاش بالياباني مثلا. فكون ان انت هنا تعمل له دمج بلغه اجنبيه دي فكره صعبه. ده غير ان المدرس نفسه بتاع الانجليزي، انا اتكلمت مع مدرسين ومع موجهين كانوا بيقولوا لي احنا مش فاهمين علوم. المدرس بيقول لي انا مدرس انجليزي كنت ادبي ما درستش الجهاز الهضمي ولا فاكره فيه ايه. انا النهارده مطالب ان اشرحه في الانجليزي للطالب، اشرح له الجهاز الهضمي بالانجليزي. هو المدرس مش مؤهل. المشكله الكبيره بقى اللي حصلت، انت النهارده لما تيجي بمنهج متطور حلو قوي، لكن انا المفروض بعمل بنيه تحتيه بجهز قبل ما انزل بهذا المنهج. اللي هو انا بشبهها بالظبط كده ان حضرتك عندك سياره متهالكه وقديمه وجبت موتور طياره حطيته فيها. تحصل كارثه. ايه اللي انا بقصده بتجهيز البنيه التحتيه؟ يعني كذا نقطه باختصار اقولها لحضرتك. اول حاجه المدرس. المدرس ده لازم يتدرب كويس على المنهج، ده منهج محتاج ادربه على الاقل 6 شهور قبليها. انا معايا مستند من الوزاره، يعني لو كان في فرصه كنت بعته لحضرتك. بيقول ان اول تدريب اتعمل على الفيديو كونفرنس للمدرسين الاسبوع اللي فات يوم 7-8 نوفمبر بعد بدايه الدراسه بشهر. هل هذا يعقل انه انا بعد ما تبتدي الدراسه بشهر ابتدي ادرب المدرسين على منهاج جديد؟ ده المفروض قبل الدراسه ب6 شهور على الاقل اكون بدربهم عليه. غير ان عدد المدرسين اللي عندي، انا عندي عجز في عدد المدرسين. انا عندنا مشاكل في 36,000 مدرس كانوا مؤقتين والوزاره مشيتهم وما تعينوش لان الوزاره ما عندهاش ميزانيه لتعيينهم. ودي مشكله مش مشكله الوزير لوحده، دي مشكله الحكومه كلها. مظبوط. انه الوزير بيقول انا ما عنديش ميزانيه ليها. انا بطالب الحكومه انها تعيد النظر في موازنه التعليم، لانه ان لم نهتم بالتعليم ويكون في اولويات الموازنه واولويات الحكومه لن نتقدم الى الامام. هل سياده النائب طالبين سياده الوزير تسالوه تتكلموا معاه تشوفوه يشرح لكم؟ انا عامل طلب احاطه للسيد الوزير وكل النقاط دي هتتحط فيها. يعني تهيئه الفصل كمان، يعني الفصل اللي في مدارس حكوميه فيه 72 ولد في الفصل. مش ممكن هقدر اطبق فيه المنهج ده اللي المفروض الولد يلعب فيه ويعمل العاب ومشاريع ومحتاج المدرس يبقى فيه 15-20 ولد قدامه. يعني انا جبت المنطق بتاع المدارس الدوليه وحطيته في بيئه لا تتفق مع هذا المنهج. حلو ان انا اعمل تطوير، لكن لازم اجهز البنيه التحتيه، البيئه اللي حوالين القصه دي. الاهالي برضو لازم اجهزهم، الاهالي مش فاهمين حاجه. النهارده الاهالي عندهم ذعر ليه؟ لان هم فوجئوا بكميه ضخمه من المنهاج، مش عارفين ده هيمتحنوا فيه ازاي. ولادهم مش قادرين يفهموا وبيعيطوا بالظبط، ومش عارف هو هيمتحن كام امتحان وده داخل في الامتحان ولا مش داخل. فجزء من التهيئه ان انا افهم الاهالي. انا عارف انه هدف الوزير دايما بيقول انا مش عايز الاهالي يقولوا يعتمدوا على الامتحان. طب لازم افهمه. اقول لهم مثلا انا بطالبه ان الامتحان ده يبقى عليه مثلا 15% او 20% من المجموع، والباقي يبقى على الالعاب والافكار والنشاط في الفصل. لازم ده يتعلن للاهل عشان ما يبقاش فيه ذعر، لانه الانسان يعني يخاف ما يجهله، والاهالي معذورين.
النهارده احنا برضو الاهالي هم اللي مضطرين يذاكروا لاولادهم. فهتسمع الاهالي اللي عندهم قدرات على المذاكره وقدرات على الفهم هيقول لك المنهاج حلو جدا. الاهالي اللي مش قادرين يتواكبوا مع هذا التطور هيقول لك المنهاج ده صعب جدا ومنهاج بتاع كليه الطب وكليه هندسه. لكن احنا طول ما احنا المنهاج بيعتمد على مذاكره الاهالي احنا ما نجحناش في الطب. احنا كلنا ست نائب كلنا محتاجين، كلنا بنشتغل للصالح العام، دوركم دورنا دور الاسر دور الاساتذه الجميع الوزير التربيه والتعليم كله محتاج نشتغل لمصلحه عامه. بشكرك سياده النائب فريدي البياضي. سياده النائبه امل سلامه مساء الخير على حضرتك، اتفضلي. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك يا فندم. تابعتي منهج سنه رابعه؟ اه طبعا، وطلبت شكاوي من اولياء الامور والطلاب ان فعلا هو المنهج اللي وضعه طبعا وقاصد التطوير ده مش تطوير، لا يعني لانه هو حط مناهج اكبر بكثير من مستوى سن التلاميذ وقدراتهم على التفكير، وقرار غير مدروس لا يتناسب مع كمان نفسيه الطالب. يعني هو كمان يعني نفسيه الطالب هيحبط لما يكون المنهج ثقيل عليه واكبر من تفكيره. فلازم منظومة التطوير التعليم لازم بالتدريج. يعني هل التطوير معناه يعني بوجه سؤال سيادة الوزير وضع مناهج صعبة لا تتناسب مع الطلاب علشان يفشلوا أو يحسوا بالفشل أو الإحباط، ولا وضع مناهج تتناسب تدريجيا مع سن الطلاب وقدراتهم على التفكير؟ لا أكيد مفيش وزير عايز يبقى فاشل أو يفشل أو يعني يعمل حاجة فاشلة، أكيد محدش بيعمل كده، هو دايما بيدور على الأفضل. ولكن هي المسألة زي ما حضرتك بتقولي كده، احنا بنحط منهج عشان نعمل ايه بيه؟ الوقت كمان يعني هو يعني نما العلم ان هو السنوات اللي فاتت كانوا 5 مواد في السنة الرابعة، دلوقتي بقوا 13 مادة. طيب هل الوقت المدرسين المسؤولين عن تدريس هذه المناهج بيقولوا الوقت غير كافي؟ هيستفيد الطالب ازاي او هيذاكروا له ازاي؟ والمدرسين غير مدربين على المناهج الجديده دي هيت، لان هو في ماده جديده دخلت من اليابان ما في لسه ما تدربوش عليها، طب هيتعاملوا مع الماده دي ازاي؟ وانهاك للطالب واحباط. حضرتك بتقصدي ان احنا كنا لازم نبقى جاهزين الاول قبل ما ندخل على تقصدي ذلك؟ تدريجيا يا فندم، تدريجيا على مستوى الطالب. ولازم يعني ما حدش قال ان هو يعني بالعكس، يعني هو التقويم والتطوير في منظومه التعليم مطلوب، ولكن لازم بالتدريج تاهيل المعلمين، تاهيل من لجان الاشراف والتطوير بوزاره التربيه والتعليم. حضرتك احنا يا فندم عندنا عجز في المدرسين، فعندنا مشكله اخرى كمان كبيره. تمام، بشكرك سياده النائبه امل سلامه. ناخد اتصالات كمان سريعه. استاذ يحيى اهلا بيك، اتفضل يا فندم. السلام عليكم يا احمد. ازيك؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. سعادتك التطوير في سنه رابعه ابتدائي تطوير جميل جدا والفكره رائعه، هايل، ولكنها تحتاج الى 3 امور لكي تتم بنجاح. قول لي يا فندم. الامر الاول يا فندم، كان لابد من اعداد المدارس خاصه بعد كورونا سنتين اتنين ان احنا نعمل تهيئه لدخول المنهج الجديد على الصف الرابع. الحاجة الثانية يا فندم، تدريب فعلي للمعلمين بما يتلائم مع المنهج الجديد. الحاجة الثالثة يا معالي الباشا، انه لابد ان يكون هناك استعداد داخل المدارس من وسائل تعليمية ووسائل اضاحية لملائمة المنهج الجديد بما يتلائم بظروف المجتمع المصري. شكرا يا استاذ يحيى، بشكرك. استاذ سعيد اهلا بيك، اتفضل يا فندم. الو استاذ سعيد. طيب هنطلع فاصل واعود لضيوفي الكرام. هرجع مع حضراتكم وضيوفي الكرام. استاذه فاطمه، مساله التقييم، التقييم اللي هتتم للولاد، هل دي هتبقى مرضيه للاسر، مرضيه ليهم، ولا ايضا هيبقى فيها عمليه فيها صعوبه؟ هي فيها صعوبة لأن الدكتور طارق دمج امتحانين، الأول امتحان شهر أكتوبر وامتحان شهر نوفمبر في امتحان واحد هنمتحنه أول ديسمبر، فطبعا الكم كبير جدا اللي احنا هنمتحن فيه. فأنا عندي اقتراح، ليه ما نخليش رابعة ابتدائي ما فيهاش نجاح ورسوب
زي اولى ثانيه ثالثه، خليها تجربه، امتحنا بس تجربه، نستمتع بالمنهج وندرسه ونتعلم ازاي نتعامل معاه ومع الامتحانات بس كلنا ننجح. ومن سنه خمسه نبقى خلاص اتمرنا سنه كامله على طريقه الاسئله، طريقه الامتحانات، ناخد درجات. لان كده عبء جامد على الطفل انه يذاكر ده كله، المنهج كبير، انه ويجيب درجه يا ينجح يا يسقط. حرام انه يبقى اول مره يمتحن بالكم ده كله بالمنهج الجديد دي. ونقول له لا انت للاسف ما جبتش النتيجه المطلوبه، مش هتطلع خمسه ابتدائي. اتفضلي. لا انا مع احترامي كلامها، لازم الطفل يعرف يعني ايه تقييم ويعني ايه، بس احنا مش عارفين الى الان الطالب مش عارف هيمتحن ازاي، وداخل خلاص على الامتحان مفيش اي تدريب ولا حتى من الوزاره نماذج استرشاديه زي اللي كانت بتنزل للكبار، ان هو الطالب لا المدرس عارف ولا الطالب عارف. احنا اولى وثانيه وثالثه اللي يعني هم داخلين الامتحان مش عارفين يمتحنوا ازاي، لا مش عارفين طريقه الامتحان وشكل الامتحان. هل والكم الرهيب ده هتجيب لنا الامتحان فيه ازاي؟ هو عارف ده كل يوم درس جديد. اولى وثانيه وثالثه ما كانش فيها امتحانات وما كانش فيها رسوب ونجاح، اثرت على الولاد طبعا. انا مع التقييم والولد يعرف مستواه فين. بس هتقيمني ازاي؟ ودي لحد دلوقتي بنطالب الوزاره ان هي تطلب المدرس قبل الطالب يعرف الامتحان ازاي. دكتوره لا هيمتحنوا يعني اول مره هيمتحنوا النظام ده، وثانيا مساله التقييم حيك مع انهي فيهم مقترحين اللي طرحوا دلوقتي؟ طبعا في علم التربيه التقويم مطلوب. لان سيادتك كمان ثقافه المجتمع عندنا ان لما بيكونش فيه امتحان مفيش مذاكره، ففي اهمال. وبعدين بقى هتيجي في سنه خمسه السنه الجايه هيقولوا لك نفس الكلام، هيقولوا لك الله ده في امتحان في سنه خمسه. لا احنا لازم يبقى في امتحان، بس بدل ما ندي للامتحان 100% هو ده القلق. ان احنا مركزين ليه على الامتحان؟ هي النيه طيبه على فكره. نيه الوزاره هو انتقال الطالب من الحفظ والتلقين الى الابداع، ويعني ننتقل من ثقافه الايداع الى ثقافه الابداع. ولكن وفي حاجات كويسه، يعني مثلا ما يقول له ايه اللون الاحمر الطالب يرسب حينما يجلس الطالب على جهاز الكمبيوتر، اللون الاخضر عنده ملحق، اللون الازرق يبقى عده. ده كلام كويس، وفي فيديوهات وفي كمبيوتر وفي تكنولوجي، ده حاجات كويسه. لكن اليه التنفيذ على ارض الواقع فيها مشكله. هيبقى دلوقتي قصه الامتحان دي هي اللي عامله القلق ده، فانا هعمل ايه؟ انا بدل ما احط 100% على الامتحان اخلي الامتحان عليه 50%. معايا سيادتك؟ 50%. اولا مفيش يعني لازم يبقى فيه امتحان، بس مش لازم ابدا ان انا كل شهر اديله امتحان، لان دول في السنه الرابعه. طب نشرك مشاهدينا بسرعه. استاذ سامر اهلا بيك، اتفضل. اهلا بيك يا استاذ احمد. اتفضل يا فندم. مساء الخير على الضيوف اللي مع حضرتك. انا مش هطول على حضرتك، انا هتكلم في نقطتين سريعا عشان برضو ادي مساحه للاخرين عايزين يتكلموا. اتفضل. النقطه الاولانيه يا فندم الموضوع المنهج، المنهج على فكره الجديد ممتاز وحلو، بس زي ما قال سياده النائب ما ينفعش يبقى عندك عربيه قديمه تجيب لها موتور طياره. انت عندك عجز مدرسين وعجز مدارس. انا ابني لغايه النهارده ما دخلوش مدرس ماس عشان ما فيش مدرسين ماس في المدرسه. وبعتوا للمديريه وللاداره قالوا لهم ما فيش، احنا عندنا عجز. فانت ازاي تعمل منهج زي دوت لترم واحد؟ ده لسه الترم الثاني. وانت اصلا ما عندكش مدرسين، ما عندكش مدارس. يعني المنظومه اللي بره ديت يبقى الفصل فيه 30 40 طالب، احنا في مصر عندنا 80 و100 طالب في الفصل ومفيش مدرسين. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه بقى، دي في كارثه ثانيه يعني حكمه يعني في موضوع المصاريف. اتفضل. دلوقتي المصاريف انت لازم تدفع في مدرسه تدريبيه، لازم تدفع مصاريف المدرسه والكتب. طب انا مش عايز الكتب، كتب بتتباع بره في المكتبات ب 180 جنيه و 150 جنيه. ليه ادفع 1400 جنيه وبالعافيه؟ يعني اروح ادفع مصاريف ابني؟ قال لي لا تدفع كمان مصاريف الكتب. طب انا مش محتاجها، ادفعها ليه؟ لا هتدفعها غصب عنك، ولو ما دفعتهاش ابنك هيتلاقي المدارس الحكومه. طب الكتب، طب ماشي هدفعها بس حطوا لي السعر زي بره. ما يبقاش جايب مطابع الوزاره بره ب 180 جنيه و 150 جنيه، وحضرتك عايز تضيف لي على مصاريف المدرسه 700 جنيه و800 جنيه مصاريف كتب. يعني ازاي؟ بتدي دروس ولا لا؟ ولا مفيش دروس؟ مفيش، هو اصلا المدرسين مش فاهمين يا فندم المناهج. يعني حد لما بكلم مدرسين مدرسه هم مش عارفين هيبقى في امتحان ولا لا، ايه المنهج؟ مش عارفين يشرحوا. الدنيا يعني ربنا يكون في عوننا بجد والله. شكرا يا استاذ سامر. استاذ عمرو اهلا بيك، اتفضل. اهلا مع حضرتك. اتفضل يا فندم. فندم بالنسبة للمناهج، يعني المناهج حضرتك انت شفت الكتب وعرضتها دلوقتي، هل دي يعني يعقل يدرسها طفل السنتين اللي فاتوا من ظروف كورونا ما درسش أي شيء ويجي أصدمه بهذا المنهج؟ هل يعقل إن المدارس فيها عجز بده
بدليل ان هم عاملين تطوع لسد العاج تعيين بالحصه لسد العاج ما تعينش حد لحد دلوقتي. فين المدرسين اللي تشرح الكلام ده؟ فين الوقت لشرح الكلام ده؟ فين يا فندم؟ فين؟ فين المدرس اللي يقدر يخش يدي الجزئيه دي بالكثافه دي في الوقت ده المضغوط ل 60 و70 طالب في فصل واحد؟ فين؟ شكرا يا استاذ عمرو. استاذ ماهر اهلا بيك، اتفضل. استاذه ناهد اهلا بحضرتك، اتفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا بيك، اتفضلي. او بالنسبة طيب انا مش هقف عالي طبعا على كلام الاساتذة الافاضل، ما حضرتك كلهم قالوا كل الكلام اللي انا عايز اوصله لحضرتك، ولكن يعني احنا ما حدش فينا بيكره التطوير. يعني انا كأم عندي ابني في سنة رابعة وعندي اتنين الحمد لله في كل يعني في هندسة في الجامعة، تمام، ومنهم واحد كان بيدرس انترناشونال، هما بيتكلموا عن منهج الانترناشونال انها فيها المعلومات دي، تمام. بس يعني مدارس الانترناشونال فيها المعلومات دي كل حاجه. فين يا استاذه ناهد؟ رحت فين؟ نعم اتفضلي اتفضلي، سامعك يا فندم، اتفضلي. المنهج طويل جدا على على ابني الصغير. انا ابني الكبير دخل كليه هندسه والحمد لله رب العالمين كان بيدرس في الانترناشونال كل حاجه، اخوه الصغير منهج طويل جدا عليه، تمام. انا مش ضد التطوير، مش ضد اي حاجه. نعم. من ال طيب شكرا يا استاذه ناهد. ناخد تليفون اخير سريعا. استاذه دالي اهلا بيك، اتفضلي. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي يا فندم. هو احنا دلوقتي يعني انا مجمعه طبعا شكاوي اكثر بين ولي امر، فهو اولياء الامور تلقوا صدمه عدد المواد الكتير والكم الكبير في المناهج، فالكم الكبير مش متناسب مع الفتره الزمنيه للترم. خصوصا ان مع تقسيم الفترات عشان كثافه الفصول العاليه خلت الوقت الحصه صغير، فلما وقت الحصه صغير في منهج تفاعلي ازاي هيقدر الطالب في منهج المفروض ان هو المحور الاساسي ان هو في تفاعل بين الطالب والمدرس ان هو هيقدر يوصل له المعلومه بعيد عن الحفظ والتلقين. غير كده ان احنا شايفين ان المدرسين لم يتلقوا التدريب وحتى ان هم مش قادرين يوصلوا المعلومه. فدي جزء احنا مش ضد التطوير، ولكن المناخ لازم يبقى فيه مناخ مهيئ لوجود التطوير ده، الا يبقى هو مش تطوير، ده هيبقى تعجيز. يعني في اولياء امور بيشتكوا ان هم مش قادرين يعملوا حاجه لاولادهم فاتجهوا للدروس الخصوصيه، وبقى الطالب اللي هو في السن الصغير ده اللي المفروض يبقى عنده وقت ممارسه الانشطه ووقت ان هو يلعب بقى يعيني طول النهار الام ضغط عليه بالدروس وان هو يروح المدرسه عشان كمان الغياب. فاحنا شايفين ان يعني المفروض الوزاره تحاول المعوقات دي تعمل على ازالتها. يعني لو كلها يا استاذ علي افكار محترمه جدا، سواء اللي معها او ضد. ولكن قبل ما نطلع فاصل اخير وعود لضيوف الكرام طيب هاخد رسائل سريعه وبعدين ارجع للدكتوره محبات. الناس بعت رسائل وانا اسف طبعا مش قادرين ناخد كل الاتصالات وكل الرسائل. زياد بيتكلم المنهج صعب وفي ولاد ما تقدرش تستوعب وفي مدرسين مش بتعرف تشرح. المنهج بسيط جدا جدا، اتحداكم لو حد من الوزاره اللي حطت المنهج يكون عارفه اصلا او فاهمه اصلا. احنا مش معترضين على التطوير، لكن الكم الرهيب والمصطلحات الغريبه والضخمه جدا، والمنهج اتاخر جدا لدرجه في كتب لحد دلوقتي ما نزلتش لحد دلوقتي. الموضوع صعب جدا على الطالب، ما حدش عاوز يروح المدرسه عشان المنهج صعب جدا جدا عليهم. منهج طويل جدا مليان معلومات، صعب جدا على طفل عمره 9 سنوات. منهج صعب جدا، مدرسين ما بيشرحوش، منهج تعجيز للطلبه بجد، الله يكون في عون ولادنا. منهج الرياضة والعلوم والإنجليزي حرام حرام يكون بيدرسوه لطفل سنة رابعة يعني عمره 9 و10 سنوات. بصراحة كم مرعب جدا، وكمان المحتوى غاية في الصعوبة لدرجة بيصعب على علينا كأباء. احنا كمان مش فاهمين أصلا. طيب هما الولاد هيفهموا ازاي واحنا مش فاهمين نفسنا هذا المنهج؟ أنا مش معارضة على المنهج، بس لازم تأهيل من أولى ابتدائي لحد ما نوصل لهذه المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي. مش فجأة منهج بيتغير بالطريقة دي واحنا مش فاهمين ولا العيال فاهمة، وكمان في أطفال قدراتهم ضعيفة وفي أمهات مش متعلمة يعملوا ايه
عايزين حل سريع. رسائل كتيرة جدا جدا بس وقتنا طبعا سيادة الوزير طبعا احنا عارفين هو بيعمل تطوير وعايز مصلحة البلد ومصلحتنا، ولكن كمان كان لازم يكون الكلام ده من بدري ويكون في مدرسين على قدر انهم يشرحوا للولاد ويفهموا الولاد. احنا كأولياء أمور مش قادرين نفهم ونستوعب المناهج، هنفهمها لولادنا ازاي ويستوعبوها ازاي؟ حرام عليكم، ده منهج ثانوية عامة مش أطفال عندهم 10 سنوات. كتير مش عارف اقول ايه ولا ايه، الرياضيات كتيرة مش كتيرة، العلوم كمية حاجات مبالغ فيها متنوعة، الانجليزي يعني بزيادة قوي، كلمات كبيرة قوي على الولاد في سنهم، كل المواد المناهج صعبة جدا، اكتر مواد صعوبة الرياضيات. مع العلم دفعنا مصروفات وما فيش كتب، دي شكوى كمان اخرى. ده منهج عايز ناس تشتغل في البنوك. مش ممكن، تعليقات الناس فظيعة. الرياضيات باللغة الإنجليزية ده غير إنه المنهج مستوى تالت إعدادي. طيب خطبوا أولادنا على قدر عقولهم، ارحمونا، منهج طويل جدا ومليان حشو بلا داعي، وأكتر حاجة صعبة الاستراتيجيات المستخدمة في الحلول في الحل. هو المنهج سلس بس الإنجليزي صعب شوية، بس التدريب تمام، الضغط على الأهل بس، ربنا يوفق أولادنا أمين يا رب. منهج صعب، الرياضة أرقام بالتريليون على طفل عمره 9 سنين. أنا وبناتي مطحونين في المنهج، أنا عندي توأم رابعة، وياريت بعد كل ده يكونوا فاكرين حاجة أو عارفين حاجة، ده كله حشو للأسف، عملية صعبة. عايز أقول لكم دي نوعية من الرسائل، هقعد أقرأ رسائل لحد بكرة، لحد بكرة هاخد تعقيب من سيادتك. اتفضلي. أنا هاخد الكتاب ده بتاع الرياضة وكتاب العلوم واللغة الإنجليزية، هما دول أكتر 3 كتب فيهم إسهاب، فيهم حشو، وفيهم مصطلحات، فيهم استراتيجيات، فيهم كلكعة ممكن ما يفهمهاش مش من مدرس. طب اخد مي عشان نختم، معلش. لا حتة دي مي اتفضلي، هرجع والله حالا بس هقول لك الحل. مي اتفضلي. ايه يا استاذ احمد، اهلا بيك اتفضلي. بس انا شايفه ان المشكله الاساسيه، انا بالنسبه لي المشكله الاساسيه في الكم بتاع المناهج، يعني غير ان المشكله بصراحه مش في المدرسين، يعني مهما كان المدرس مدرب او مؤهل، هو الكم يا استاذ احمد مش طبيعي. يعني انا دلوقتي بالنسبه او المواد الاساسيه اللي حضرتك بتقول فيها فعلا فيها مشاكل هي الرياضه والعلوم، لان العلوم مثلا انا باخد النهارده جهاز هضمي، باخد بكره جهاز تنفسي، باخد بعده جهاز عصبي، كل يوم باخد حاجه الطفل مش قادر يستوعب اللي هو بياخده. فانا مش مشكلة، ومش مشكلتي برضو في التقييم. يعني انا هقيم مثلا انا امي وبذاكر لابني وبضغط عليه جامد جدا، هيجيب وهيعدي. بيفهم ولا ما بيفهمش بصراحه؟ بيفهم. هو بصراحه هو بيفهم، عشان انا بس يعني هو قاعده معاه بيحاول. انا ضغط عليه جامد جدا، انا ما ببقاش مبسوطه، يعني حتى بعد ما هو بيفهم الدنيا او بيعرف انا ما ببقاش مبسوطه، لان هو مضغوط وهو مش حاسس ان طب هو. طب بنسبه قد ايه بيرجع يعني فاهم حاجه من المدرسه؟ بنسبه قد ايه؟ لا من المدرسه لا بصراحه ما فيش خالص. مفيش يعني انا خالص. ما بحسش ان المدرسه المدرسين مع الكم مع عدد الطلاب ما بيقدرش ان هو يحصل حاجه. وفي نفس الوقت المدرسه بتجري، يعني هو بيقول لها احنا بناخد كتير قوي، بتقول له ما هو انا خلاص انا مش عارفه هنلحق نخلص ده امتى، فهي بتدينا عناوين والحشو كله ما فيش في الاخر. يعني هي المحصله من المدرسه ما بتبقاش حاجه، وانا مش بظلم المدرسين، يعني المدرسين هيعملوا ايه في كل الكم اللي هم مطالبين ان هم يخلصوه؟ الولد خلاص، يعني هم الولاد بيكرهوا، يعني بيكرهوا المدرسه خلاص. شكرا مي هانم، بشكرك. حل سريع عشان لازم نخلص. اوكي، هلخص الـ3 مقررات فضل. دول اللي هو الرياضه والعلوم والانجليزي. كل كتاب 50 صفحه فيما يسمى اسمه دليل الطالب. وده مطبق في انجلترا. والدليل ده هيبقى 50 صفحه ملخص، وهنشيل كل الحاجات اللي فيها مشكلات. ونمتحن الطلبه في الـ50 صفحه دول امتحانين فقط في الترم، وبالتالي انا اتصور ان هتبقى النتيجه لصالح الطالب. تعقيب سريع. أنا نفسي الأمهات ما يصدروش الطاقة السلبية لأولادهم. يعني أما أقول للطفل إن المنهج صعب، هو هيقول إنه صعب، حل مش هعرف. كويس. ونحل أزمة المدارس في توفير عدد مدرسين عشان يقدروا يغطوا. عندكم عجز قد إيه في المدرسة اللي أنا حكيت؟ لا أنا مدرستي أنا ما فيهاش، أنا بشتغل في مدرسة خاصة. مدرسة خاصة. لكن مدرسة ابني تجريبي فيها عجز في الدادات وفي الأمن وفي المدرسين اللي بيدخلوا الفصل، فيها عجز جديد. بيطالبوا بقى بمشاركه مجتمعيه، طب حد يتطوع من اولياء الامور ينزل. طب ما هو ده مش تربوي ومش متخصص انه ينزل يدي ابني.
اتفضلي. انا ضد كلمه المنهج صعب، لكن ضد الكم. لو المنهج قل الصعب هيبقى سهل للطالب. شرفتوني النهارده. شرفتوني. اشكرك دكتوره، شرفتوني النهارده. اشكرك. اكيد الموضوع بدايته، واكيد ان شاء الله ان شاء الله نشتغل عليه تاني ونفتح هذا الملف، ملف يهم الاسر المصريه زي ما احنا بنشوف، اللي مع اللي مش مبسوط، اللي مبسوط، اللي شايفه انه كويس، ولكن واضح الاغلبيه 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 السواد الاعظم بنسبه كاسحه انهم ليسوا سعداء بهذا الامر، محتاجين، لانه عندنا كمان مشكله في عجز المدرسين، وليست مشكله وزير التربيه والتعليم. في يبقى في فلوس نجيب مدرسين، مفيش فلوس هتعمل ايه؟ هي دي. اشوفكم بكره ان شاء الله، تصبحوا على خير.